بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده واسبوع جديد من الماتش. بدا النهارده السبت ويستمر كالعاده باذن الله لمده 5 ايام، كل يوم ساعتين نتابع خلالهما كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا. كنا بالامس مع حضراتكم في حلقه استثنائيه لتغطيه مباراه السوبر المصري اللي جمعت ما بين الزمالك والاهلي وفاز فيها الاحمر على الابيض وتوج بطلا بهدفين دون مقابل. ردود الفعل عليها ما زالت مستمره، سواء هادئه أو سواء مازحة، وبكل تأكيد النظرة الآن إلى ما بعد هذا السوبر بدون راحة. الأهلي يتدرب لأنه لا وقت للاحتفالات، فالدوري المصري الممتاز مستمر، جمع الأهلي 6 نقاط ويبحث عن 9، والزمالك على جانب آخر ربما كانت ردود الفعل هادئة وتأكيدات أنه لا مساس ولا بالجهاز الفني ولا باللاعبين، لأنهم بحسب ما قال رئيس الزمالك الكل أدى ما عليه. ولكن بكل تأكيد عندنا شوية كلام عما حدث بالأمس في لقاء السوبر المصري في الإمارات وأبو ظبي تحديدا وملعب هزاع بن زايد، في الوقت اللي انطلقت سريعا جدا جولة جديدة من جولات الدوري المصري الممتاز، هي ثالثة وأخيرة قبل توقف طويل تستجمع فيه الأندية المصرية قوتها من جديد من أجل استفاقة فيما يبدو فترة إعداد جديدة. ولكن قبل حتى فترة التوقف، إقالة أو استقالة أولى في الدوري المصري الممتاز، الكابتن ربيع ياسين المدير الفني لأسوان، وبعد الخسارة الثالثة للفريق في أول 3 جولات يرحل رسميا عن قيادة الفريق، ليس هو فحسب بل وبرفقته المدير الرياضي لأسوان الكابتن هيثم عرابي. هنتكلم عن ده وده وأمور أخرى كثيرة عالمية في حلقة النهاردة اللي هينورنا فيها النجم الكبير أحد أساطير الكرة المصرية الكابتن جمال جودة نجم المصري البورسعيدي السابق. فبعد ثواني قليلة يبدأ الماتش، يلا بينا. أهلا بحضراتكم مرة تانية في الماتش. النهاردة الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز انطلقت ولعبت مباراتين في لقاءات اليوم. اللقاء الأول كان قد هنتكلم من الآخر، فاز فريق المصري البورسعيدي محققا أول انتصار له هذا الموسم، والحقيقة أنه البداية متدرجة إلى الأعلى. خسارة كانت قاسية أمام سيراميكا كليوباترا بثلاثية، تعادل بأداء مثالي أمام بيراميدز، وانتصار على على إمبي بهدفين دون مقابل في لقاء اليوم. أصحاب الهدفين أو صاحباء الهدفين هما مروان حمدي وعبد الرحيم دغموم، كل منهما سجل هدفه الأول في الدوري هذا الموسم. أما اللقاء السابق له ففي ملعب أسوان، جمعت المباراة ما بين أسوان وغزل المحلة، وتصدر غزل المحلة المسابقة ب7 نقاط، انتصار قبله انتصار وقبلهما تعادل أمام المقاولون العرب، والخاسر النهاردة وللمباراة الثالثة على التوالي كان أسوان. فصدر القرار توجيه الشكر أو قبول الاستقالة للكابتن ربيع ياسين أسطورة الكرة المصرية والمدير الفني لفريق أسوان. معنا على التليفون من أجل تفاصيل أكتر الأستاذ الشافعي صالح رئيس مجلس إدارة نادي أسوان. أستاذ الشافعي أهلا بيك منورنا يا فندم. بعد إذن حضرتك المستشار الدكتور الشافعي صالح، المستشار الدكتور الشافعي صالح منورنا وسعداء جدا بوجودك معنا يا فندم. الله يبارك في حضرتك ويخليك. بداية هارد لك طبعا بعد الخسارة النهاردة. الحمد لله على دي كورة وفيها المكسب والخسارة، يعني مش أصلا مش هو النادي يخسر يعني. مظبوط، والحقيقة إنه الشوط الأول تحديدا النهاردة كانت لأسوان الغلبة، بل ونجح في السيطرة وتهديد المرمى ولكن لم ينجح في ترجمة الفرص إلى أهداف. الحمد لله القادم أفضل إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. لماذا أو كيف جاء قرار رحيل الكابتن ربيع ياسين سيادة المستشار؟ أنت عارف حضرتك الكابتن ربيع ياسين، إحنا ومجلس الإدارة وشعب أسوان كله بيكن وشعب مصر كله بيكن الكابتن ربيع ياسين كل احترام وكل تقدير طبعا. الكورة فيها الكاسب والخاسر، والراجل اجتهد وإحنا اجتهدنا معاه الفترة اللي فاتت، ما قصرناش وهو ما قصرش، لكن قد يكون صادفنا سوء حظ. فأمر طبيعي النهاردة فرقة بتخسر 3 ماتشات متتالية لازم يبقى فيها، يعني هو الراجل اعتذر وإحنا قابلنا اعتذاره بكل ود وكل احترام وتقدير يعني. الكابتن ربيع ياسين طلب منه الاعتذار ولا كان الرغبة متبادلة من الطرفين، ولا الموقف كان شكله عامل إزاي بعد مباراة النهاردة؟
وهو بس يعني احنا مش عايزين يعني نقول كلام نستهلك بيه وقت. والنهارده انت عندك ثلاث ماتشات انت خسرتهم، فالرغبه كانت من الاثنين يعني ما من الاثنين مش يعني. لكن الراجل بكل ادب وكل احترام اعتذر للمجلس، ولا المجلس قبل اعتذاره يعني. مفهوم. طيب ماذا عن البديل؟ ماذا بعد سياده المستشار؟ لسه باشا البديل احنا لم ننتهي، لسه الجلسه النهارده دي كانت مخصصه لما يجب ان يكون، لكن البدائل لسه احنا ما اتكلمناش في بدائل، هناخد وقتنا، لسه عندنا توقف. وعندنا وقت طويل يعني. طيب يعني البدايه ثلاث مباريات بثلاث خسائر مع رحيل مدير فني، هل ده يبدو مقلقا لحضرتك كرئيس مجلس اداره؟ لا لا لا، ولا انا ولا مجلس الاداره. واحنا النهارده احنا مكونين فرقه كويسه جدا، وعندنا قوام فرقه اي حد هيجي عليها ان شاء الله هيشتغل، وان شاء الله تكون حظوظه اوفر في القادم يعني. هل كانت في اصوات مثلا بتنادي بالصبر باستغلال الفتره القادمه مع نفس المدير الفني بعد بعض تطور الاداء، ولا كانت يعني رغبه كامله يعني من الاطراف كلها؟ يا حضرتك احنا كلنا يعني في منظومه واحده، ومنظومه الكوره النهارده لما اي فرقه بتخسر ثلاث مرات فهو لازم هيبقى فيها تغيير. ده كلام منطقي وكلام واقعي يعني. النهارده انت عندك جمهورك اللي منتظر منك فرقه، وعندك جمهورك اللي منتظر منك نتائج. انت اخفقت لسوء الحظ في ثلاث نتائج، لازم تدور على تصحح، لازم في حاجه. فبدا يعني التصحيح، ربنا يكرمنا في القادم ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طيب الكابتن هيثم عرابي المدير الرياضي رحل هو الاخر، هل ده يعني كامر كرد فعل ولا في قرار منفصل؟ لا لا، انت عارف تربطنا بالكابتن هيثم عرابي علاقه قويه جدا، وستستمر ان شاء الله باذن الله. وهو الراجل برضو ابدى رغبه في عدم الاستمرار، واحنا وافقنا على هذه الرغبه يعني. ونكن له كل احترام، وبنوجه شكرنا وتقديرنا كمجلس اداره وكشعب اسوان للكابتن ربيع ياسين والكابتن هيثم عرابي. كان كتب عن خلافات قبل بدايه الموسم من جانب الاداره والكابتن ربيع ياسين والكابتن هيثم عرابي، هل كانت من الاسباب اللي اثرت في اتخاذ القرار؟ الاداره وفرت كل اللي مطلوب منها وعملت اللي عليها، وهم الناس عملوا اللي عليهم، والامر في سوء توفيق ده بتاع ربنا مش بتاع الاداره ولا بتاعنا. هل في اسماء يعني لو ما فيش سوء توفيق ما نخسرش النهارده في بعد الدقيقه 91؟ متفق. والماتش الاتحاد النهارده احنا خسرناه في الدقيقه 85، وماتش الاهلي خسرناه بضرب الجزاء يعني. مظبوط. صح صح مظبوط. لا انا برضو بكرر من خلال برنامجك، عندنا فرقه كويسه جدا وقادره على المنافسه والبقاء في الدوري الممتاز ان شاء الله باذن الله يعني. باذن الله. طاوله المجلس هل فيها بعض اسماء مرشحين محتملين؟ لا حتى الان يا باشا، هو الجلسه النهارده كانت مخصصه بس للامر اللي خدنا فيه القرار ده. لكن لسه احنا ما هنتكلم مع بعض، معانا لجنه كوره ومعانا مجلس، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله. مش هيبقى خبر سر النهارده، بس لما نوصل ناخد وقتنا عشان نعرف برضه ان نحقق النتيجه المطلوبه ان شاء الله باذن الله. بشكرك جدا المستشار الدكتور الشافعي صالح رئيس مجلس إدارة نادي أسوان. هو رحيل سريع، لكن طبقا للنتائج ربما لو بصيت كده لثلاث خسائر هتحس ان الموضوع كبير، انما ده لا يقلل ابدا مما قدمه أسوان في البداية. وصفه رئيس مجلس الإدارة بانه غياب توفيق، لكن الحقيقة انه فعلا بالنظر للأداء انه كان متدرجا، سواء بالخسارة امام الاتحاد السكندري في اخر الدقائق في مباراة كانت متوسطة بل اقل من الطرفين، لكن فاز فيها اصحاب الخبرات الاتحاد السكندري، امام الاهلي خسارة بضرب الجزاء كما وصفها المستشار الدكتور الشافعي صالح، واسوان كان فيها بيعرف انه ينتقل بل هدد مرمى الاهلي. والنهاردة مباراة الحقيقة يعني بالكلام عن اللقاء نفسه، شوط اول كان فيه فريق اسوان ناجح في اغلاق كل مفاتيح غزل المحلة في الشوط الأول من المباراة. بابا فاسيليوس من جديد بقول إن المدرب ده عامل مع الفرقة دي وهيعمل مع الفرقة دي غزل المحلة، هو والكابتن عبد الباقي جمال، كورة حلوة وبالتالي نتائج حلوة. استحق في النهاية إنه يكون متفوقا، لأن الشوط الثاني عرف إنه يعدي. الشوط الأول كان مضغوط على كل مفاتيح بناء الهجمة، وهو راجل بيحب يبني من الكورة من قدام، فعرف فريق أسوان والكابتن ربيع ياسين سواء من خلال محمد ناجي جدو أو مليك إيفونا أو بالحاج إن هم يضغطوا من قدام، فعرفوا إن هم يهددوا المرمى. لكن مليك إيفونا لسه محتاج، مش ده مليك إيفونا أبدا بتاع الأهلي، لسه محتاج له، واضح إن هو محتاج إنه حساسية المباريات اللياقة. فالشوط الثاني المحلة استفاق، نجح إنه يرجع لأسلوبه، هدد المرمى، ومن سجل؟ اللي سجل هو أحمد الشيخ، اللاعب اللي في ثلاث مباريات منذ انطلاق المسابقة سجل ثلاثة أهداف، هدف أمام المقاولون العرب من كرة
حرة ممتازة، هدف أمام الإسماعيلي، والنهاردة هدف فوز قاتل في الدقيقة 91 أمام فريق أسوان، فاقتنص النقاط الثلاث، غزل المحلة وما أجملها من بداية. الفريق اللي بقى في الدوري الممتاز في الجولة الأخيرة من المسابقة الموسم اللي فات بعد 3 جولات بيتصدر المسابقة ولو بشكل مؤقت، لكن يكفي فخرا هذا العنوان، المحلة يتصدر مسابقة الدوري المصري بعد 3 جولات، ويكفي فخرا ان الصدارة جاءت ب7 نقاط بأداء جيد جدا في اللقاءات، والنجم لهذا الانتصار هو أحمد الشيخ. كابتن أحمد أهلا بيك، ما أجملها بداية للمحلة وأكيد بالنسبة لك كهداف الدوري حتى الآن. أنا برحب بيك طبعا، والحمد لله على البداية الجميلة دي، وبهدي النهاردة المكسب طبعا لجمهور المحلة اللي جه ورانا، والحمد لله على المكسب النهاردة الحمد لله. الحمد لله. شوط أول كنتوا مضغوطين فيه وأسوان كانت ليه الغلبة، وحتى الاستديوهات التحليلية اتكلمت على إنه المحلة مش عارف يفوق وإن المحلة بالنسبة له كده الوضع خطر، لكن الشوط الثاني كنتوا جيدين جدا وهدف قاتل في نهاية المباراة. والله الحمد لله، وفعلا احنا الشوط الاولاني ما اديناش المطلوب مننا بنسبه كبيره يعني، الحمد لله قدرنا ان احنا الشوط الثاني وحافظنا طبعا على شباكنا نظيفه الحمد لله، وطلعنا الشوط الاولاني متعادلين، نزلنا الشوط الثاني قدرنا ان احنا نرجع شويه للمباراه، وقدرنا ان احنا نروح للهدف في اخر دقيقه الحمد لله. يعني كرة انت حاربت عليها وحتى المدافع اللي كان وراك حاول يخاف انه يمسكك فسابك، لكنك ضغطت بشكل كويس، بعدت عن التسلل وسجلت جول حلو، احكي لي عن الجول ازاي جه. بص انا مش عايز اقول لك ان في يعني في اقل من لحظه كده انا توقعت ان الكوره ممكن حد يلمسها وتيجي على البعيده، وانا توقعت ورحت حطيتها الحمد لله، ودي توفيق من عند ربنا يعني الحمد لله. قاصد تحطها من الحته دي من تحت ايد الحارس؟ والله انا قاصد فعلا احطها من الحته دي، انا ما حبيتش احط فيها قوه لان لو حطيت فيها قوه هتخبط فيه، خصوصا ان انا وهو قريبين جدا من بعض، فانا حبيت بس المسها من جنبه، وتوفيق كبير من عند ربنا ان هي تروح بالشكل ده يعني. 3 ماتشات 3 جوال، هداف الدوري في اول 3 جولات، احكي لي عن الاحساس كابتن احمد. احساس حلو جدا طبعا لما بتحرز الهدف لفريقك او بتبقى سبب في مكسب لفريقك بعد ربنا طبعا، دي حاجه بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، واتمنى افضل على كده طبعا. طبعا الكلام ده مش هيبقى بالكلام بس، او ان انا افضل كده بالكلام بس، لازم اتعب ولازم اقدم كل اللي عندي عشان اقدر ان انا افضل في نفس المستوى ده، وباذن الله اقدر اعمل كده باذن الله. باذن الله. انا يعني كنت بتكلم مع زمايلي قبل الحلقه مباشره عن انك قصه، انت قصه حقيقيه على مستوى اللاعبين اللي كافحوا واللي واجهوا ظروف كبيره قوي قوي وصعبه، وربما لا يتحمل ظرف منهم شخص، لكنك تحملت ظرف في الثاني في الثالث في الرابع لحد ما النهارده ربنا سبحانه وتعالى بيكافئك بفرحه تستحقها كابتن احمد. والله الحمد لله الظروف دي من عند ربنا، وانا مؤمن بالله يعني، والحمد لله على الظروف دي، انا مؤمن بالله يعني عديت بيها كلها، طبعا كانت ظروف صعبه جدا. بدات من 2016 الظروف. بدأت من 2016 واخرها من سنه بالظبط ابني توفى، فكل الحاجات دي الحمد لله ده عوض من عند ربنا، وانا مقتنع بكل اللي يجيبه ربنا كويس يعني، والحمد لله ان انا وصلت دلوقتي لهداف الدوري الوقت الحالي اللي احنا فيه ده، ما شاء الله. ويا رب يا رب اقدر اكمل على كده باذن الله وافيد فريقي ان شاء الله. باذن الله كمل، واحنا وراك وبنشجعك، لكن اكيد برضو طموح اي لعيب بما انه الاضواء حواليه وان الاسم بيعلى والصداره على مستوى الهدافين بيكون المنتخب من الطموحات، شايفها؟ انا عايز اقول لك ان ده حلم حياتي طبعا، ومش بس ان العب في المنتخب، انا اتمنى انضم بس للمنتخب، اروح تجمع ده امنيه حياتي، مش عايز حاجه اكتر من كده. ربنا يكتبها لك باذن الله. انت كام سنه؟ كام؟ انا دلوقتي لا 31. 31 سنه. ربنا يكتبها لك وتستدعى للمنتخب بل وتلعب، هو كله باصرارك ومجهودك بكل أكيد تاكيد طبعا اكيد ان شاء الله. ربنا يوفقك كابتن احمد الشيخ، ببارك لك مره ثانيه. احمد الشيخ
حصد المحل 7 نقاط منهم 4 جابهم أحمد الشيخ، سواء بهدف فوز النهاردة أو بهدف تعادل أمام المقاولون العرب. طبعا هو مجهود فريق كامل بجهاز فني بلاعبين جد قوي، واخدينها جد قوي، عندهم روح حلوة قوي، عندهم إصرار من الموسم اللي فات، لكن المرة دي مش بس إصرار لكنه إصرار ممزوج بكرة حلوة بتقدمها فرقة غزل المحلة بقيادة بابا فاسيليوس. حتى الآن الظروف، أحمد الشيخ ده يا جماعة عاش ظروف يعني صعبة، وهو مؤمن بقضاء الله وقدره، والحمد لله، وربنا يا رب يرزقنا احنا كمان الثبات والصبر والرضا. 2016 توفي والده رحمة الله عليه، بعدها ب3 أشهر توفيت زوجته رحمة الله عليها، بعدها في 2020 في زيجته الثانية زوجته أنجبت توأم، واحد من الولدين انتقل إلى رحمة الله بعد 2 شهر فقط من الولادة. فظروف قاسية جدا، لكن في النهاية هو لاعب تألق مع الاتحاد السكندري لو تفتكروا رحلته، وتألق دلوقتي مع المحلة، وهي رحلة إن شاء الله ليها الاستمرارية. مبروك أحمد الشيخ، مبروك لجمهور غزل المحلة، وهارد لك لأسوان. ربما الظرف الحالي صعب، 3 خسائر، رحيل مدرب، لكن بالنظر للأداء اللي حصل مع فترة توقف كمان جاية، أعتقد أن من المهم جدا استغلالها، ومهم جدا الهدوء الشديد وقت اتخاذ القرارات فيما يخص استقدام المدرب الجديد، أو فيما يخص الاستعدادات للجولة 4 اللي لسه علينا وعليكم خير إن شاء الله في النص الثاني من الشهر اللي جاي، شهر نوفمبر، كل شهر وحضراتكم طيبين. عن السوبر المصري، فوز الأهلي بالأمس على الزمالك بهدفين دون مقابل كان فوزا مستحقا باعتراف الكل أو برأي الكل، سواء كانوا من الجانب الأحمر المتوج أو من جانب الزمالك اللي خسر هذه المباراة. النهاردة بنتكلم على ما بعد اللقاء، احتفالات مستمرة من جانب جمهور النادي الأهلي باللقاء، لأن الانتصار جايلك مش بس بأداء كنت فيه الأقوى أو الأفضل، لكن جايلك بتتويج، وجايلك كمان بفوز على حساب المنافس التقليدي، وجايلك وحط تحت ده 3 4 خطوط بعد نهاية كانت محزنة بالنسبة للأهلي، سواء كلاعبين أو كمجلس إدارة أو كجمهور. نتائج الموسم اللي فات على مستوى النهائيات، سواء الدوري أو الكأس أو بطولة أفريقيا، كان هذا الانتصار منتظرا، وهي بكل تأكيد دفعة قوية للنادي الأهلي كيف سيستغلها المدير الفني كولر، اللي قال لا وقت للراحة، من المطار إلى الأتوبيس إلى مختار التتش، اتمرنوا وجهزوا لمباراة الداخلية. معنا على التليفون الأستاذ طارق أنديل، عضو مجلس إدارة نادي الأهلي، اللي كان كالعادة برفقة البعثة هناك. أستاذ طارق أهلا بيك، مليون مبروك التتويج بالسوبر. أهلا بيك يا أستاذ هاني، زي حضرتك ودايما موفق يا رب. الله يبارك فيك. حاجة جميلة الحمد لله، بطولة مهمة كان بينتظرها عشاق النادي الأهلي وعشاق الفانيلا الحمراء، وفي نفس الوقت طبعا بتكتسب أهمية أكبر مع المنافس التقليدي نادي الأهلي. الفوز حلاوته أنه جاي في بداية موسم، وجاي زي ما ذكرت من شوية بعد يعني موسم كانت نهاياته صعبة بالنسبة ليكم كمجلس إدارة، وعشان كده عايز أسمع تعليقك على ده يا أستاذ طارق. هو يعني أنا هتوقف بس عن حتة نهايته صعبة. كان في النهاية هي خسارة الدوري، وكانت بالنسبة لينا كجمهور النادي الأهلي قبل ما نكون أعضاء مجلس إدارة، إنك تخسر الدوري 2 سنين، طبعا دي في حد ذاتها دي البطولة المفضلة للنادي الأهلي، ولو إن في عرف كرة القدم والرياضة وي كم إنجازات اتعملت الحمد لله يستحقها النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي، إنك في خلال شهور وجيزة تفوز ببطولة أفريقيا 9 و10 ورا بعض، تكسب سوبر أفريقي 2 مرات ورا بعض، برونزية كأس العالم 2 سنين ورا بعض، كل دي كانت يعني إنجازات ترقى إلى الإعجاز يعني. الحمد لله في فترة وجيزة لعيبة النادي الأهلي كانوا رجالة بإعجازاتهم بالإشراف على الكورة في النادي. أيوة. فكان إنجاز شهد لكل المصريين يعني. مظبوط. يعني ما تقدرش تقول إن إخفاق، إلا بمعنى إن رياضة في النهاية. صح. حصل دايما دي طبيعة الرياضة، فوز وهزيمة في النهاية. طبعا. حتى من كتر التعامل في الأمور دي الحمد لله بقى يعني
بيبقى النضج الكافي موجود، يعني لا في وقت الفرحه بتبقى مبالغ فيها، بتبقى فرحه على قدر الحدث نفسه، ايوه، ولا في وقت لو حصل اي اخفاق او حاجه ما يبقاش انكسار، يعني 100% في النهايه منافسات ورياضه وفيها كل حاجه، المهم انها ترقى للروح الرياضيه والاخلاق اللي هي بتلعب من اجلها. مظبوط. يعني بالكلام عن استاذ طارق قنديل، يعني حضرتك مش كعضو مجلس اداره بس، لكن كمشجع اهلاوي لا تترك رحله الا او رحله تحتاج الدعم الا وانت فيها، سواء بقى كانت رحله عربيه، رحله محليه، رحله قاريه. فكلمني عن الاجواء اللي عاصرتها بالامس حتى شاهدت مراسم التتويج بالنسبه لفريقك الاهلي استاذ طارق. يعني الروح اللي انا فيها موجود فيها كل اعضاء مجلس الاداره طبعا النادي الاهلي، لان في النهايه زي ما بقول لحضرتك احنا قبل ما نكون اعضاء مجلس اداره فاحنا مشجعين. ايوه، يعني وده لكن دايما الحمد لله، يعني الانتخابات اللي بنزلها تحت اسم قائمه كابتن محمود الخطيب، كابتن محمود رمز من رموز النادي الاهلي، اسطوره كره القدم قبل العمل الاداري، يعني فالحمد لله يعني بيطغى على المجلس روح المشجعين. الاجواء طبعا كالعاده النادي الاهلي بيبقى منضبط جدا، كل واحد عارف اختصاصاته ايه. انا سافرت كان يوم الاثنين، كان ليا شرف سافرت برفقه كابتن سمير عدلي، كابتن سيد عبد الحفيظ، اللي هو كانوا رايحين الترتيبات الاولى. مظبوط. برضو ده بيبقى نوع من الحاجات الحمد لله النادي الاهلي بيحرص عليها قبل ما يروح الفرقه، يعني ايوه شفت كم الحاجات اللي كانت بتتعمل برضو عشان تبقى الاجواء جاهزه لاستقبال الفريق نفسه، يعني من جوه الفندق والقاعه والكلام مع اللجنه المنظمه، كل الكلام ده اتعمل في اليوم ده بحيث لو في اي حاجات فيها قصور تكون الدنيا ماشيه تمام، وكان حصل فعلا تعاون لحاجات كانت المفروض يتم استكمالها قبل وصول الفريق. وصول الفريق كالعاده برضو النادي الاهلي سواء موجود كل يعني معظم مجلس الاداره موجود متواجد، ما بيبقى الدنيا برضو ماشيه ليها في حدود الاختصاص. يبقى أيوة. رئيس البعثه كان الدكتور محمد شوقي طبعا زميل الفاضل، كان برضو يعني قمه التعاون مع كل اجواء البعثه نفسها، التعاون مع الاخوه الاماراتيين للامانه يعني بشكرهم جدا جدا على كم الحفاوه وعلى الاستقبال اللي عملوه وعلى تهيئه الملاعب اول باول في التدريب او يوم المباراه، فكل الكلام ده كان على قدر كبير من التنظيم. ممتاز. المكسب طبعا الحمد لله كانت فرحه كبيره جدا لانها بطوله، وزي ما حضرتك تفضلت لان برضو على يعني بهارات الكره المصريه ده. ان الحمد لله الاهلي دايما متصدر ومتفوق وبيكون له منافس نادي الزمالك وفي قمه الروح الرياضيه، فبتبقى برضو ليها فرحه جميله لا ننكر كلنا، هي دي الاجواء الجميله اللي هي ما دامت لا تخرج عن الروح الرياضيه، ولان كلنا في النهايه طول عمرنا هتربينا على كده. يعني في رمضان اللي فات كنا كابتن خطيب كان بيستقبل وكان ليا شرف متواجد فيه الغالي كابتن حسن شحاته رمز من رموز الرياضه في مصر ونادي الزمالك، وكان كابتن علي خليل ومجموعه من رموز الكره وينتموا لنادي الزمالك كانوا جوه بطولات النادي ده. يعني هي دي الاجواء اللي احنا ربنا عليها. ايوه مظبوط. الاهلي والزمالك صح 100%. الاجواء الحلوه اللي فيها حد بيكسب بنهنيه وحد بيخسر بنقول له حظ اوفر بكل تاكيد. بالظبط. انما في النهايه في اطار الروح الرياضيه وفي اطار ان احنا تحت مظله مصر في النهايه الاهم. النهارده من شويه حتى رئيس مجلس اداره نادي الزمالك استاذ مرتضى منصور اصدر بيانا بيهني فيه الاهلي في خلال رسالته للاعبي فريقه، هنأ النادي الاهلي، ودي روح جميله جدا يعملها اكيد اعضاء مجلس الاداره ناديين كبار، وبالتالي بكل تاكيد يتلوها او يمشي وراها الجمهور الكبير سواء للاهلي او للزمالك. استاذ طارق، وانا بنتهز الفرصه ان بكره عيد ميلاد كابتن محمود الخطيب. كل سنه وهو بألف خير وسلامه. الرمز والاخلاق العاليه، يعني عاصرت اكثر دلوقتي حوالي 5 سنين في اداره محترمه، قياده ترقى للنادي الاهلي، الحرص على اساسيات النادي الاهلي واخلاقه ومبادئه في كل حاجه بنتحرك. ف
يا رب سنة اتمنى له سعيدة العمر عليه المديد وعمر والصحة مديد. والعافية يا صح، رب ان شاء الله طمني على يا صحته، رب. حضرتك قريب يعني من كابتن محمود الخطيب، وكنا نعلم خلال الأيام الماضية رحلته العلاجية في الخارج، بل ولسه تستكمل، فإيه آخر أخبار صحته؟ الحمد لله، ويعني عشان الكابتن محمود الخطيب قعد فترة طويلة جدا سفريات مع الفريق والإنشاءات اللي في النادي، وموضوع فرع التجمع اللي ان شاء الله قريبا هيتم افتتاحه، وحاجات ملفات كتيره جدا كان بيشتغل عليها كابتن محمود خطيب، ما كانش عنده الوقت ان هو يسافر يكمل في الكورسات الطبيه المفروض يعملها من اكثر من سنه. فالحمد لله اول باول بيخلصها، وان شاء الله تتم على خير، ونتمنى له العمر المديد يا والصحه رب والعافيه. يا رب كل سنه وهو بألف خير وبصحه وسلامه. بسألك بقى هنا كرجل اقتصاد وعضو مجلس اداره في النادي الاهلي، ملف الرعايه بدأ فيه نجاحا واضحا، وفي تعاقدات مع شركات وأسماء كبيرة، وحتى ما ذكر من قيمة على مستوى الرعاية اللي تمت، فعايز أعرف تقييمك ورؤيتك لهذا المشهد. برضو اسم النادي الأهلي دايما يعني له قيمة عالية جدا، ولو تفاكر حضرتك يعني ده ثالث ملف رعاية نشتغل فيه من أول الدورة اللي فاتت أيوه يعني، وحتى كان في أول ملف حصل فيه اعتراض، مظبوط. وأنا شفت بنفسي برضو وإحنا قاعدين في الملفين كان إزاي كابتن محمود الخطيب بيتعامل فيهم مع في موضوع الرعاية كله على بعضه. الحمد لله تم التعامل من خلال كابتن محمود الخطيب وتعاون من زملاء في مجلس الإدارة برضه بما يليق بالنادي الأهلي، وزي ما بقول لحضرتك النادي الأهلي كلنا على يقين إن اسمه يساوي كبير جدا، تاريخه وبطولاته وإنجازاته واقتران اسمه. لو حد شوف الرعاة الجدد هم كانوا معانا في الإمارات، ايوه يعني بعض منهم فرحتهم إزاي باقتران اسمهم باسم النادي الأهلي. بكل تأكيد بكل تأكيد. قيل ان ربما رحلة الامارات كانت من ضمن هذه المكونات الخاصة بها، ربما رعاة جدد او اسماء جدد او اتفاقات جديدة، فهل ننتظر ده الايام اللي جاية؟ حضرتك يعني ما فيش حاجة بتكون فيها كلام متواتر من عندنا الا لما بيعلن من خلال النادي الاهلي يعني، تمام. فان شاء الله لما كل الملف بيكتمل بيتم اعلان كل حاجة. لكن محتمل وجود رعاة جدد. يعني الملف كامل يعني تمام، مفيش شغل مشكلة. برعاية برعاية كابتن محمود الخطيب، وإن شاء الله هيعلن عنه قريب. طيب خلينا نتكلم معاك عن الجمهور، سواء على مستوى كرة القدم أو على مستوى السلة، كرئيس لبعثة الأهلي على مستوى كرة السلة في البطولة العربية في الكويت الشقيقة، يعني كان ليكم دور كبير، بل ووجهتم توجيه شكر سواء لمن عاونوا الجمهور على الدخول أو تحملوا قيمة التذاكر. كلمني عن الرحلة كيف كانت ودورك الواضح فيها يا أستاذ طارق. بص حضرتك البطولة العربية للسلة كان ليها حاجة ادت برضو مدلول على جمهور النادي الأهلي وحضوره والتزامه كمان ما شاء الله، فكان الجمهور الأهلاوي اللي في الكويت كان حضوره بكثافة، وكان بيصادف دايما ان التذاكر كانت بتغلى، يعني كان في ارتفاع في اسعارها بعد كل ماتش يعني، وبرضه الجمهور كان بيحضر بكثافه، وفي من رجال الاعمال طبعا وساعتها يعني طلع كمان شكر من عندنا من النادي الاهلي ليهم، اللي على طول من غير ما يطلب منهم للامانه رجال اعمال اهلاويه، وعلى طول راح جزء من التذاكر غطوه. جمهور الاهلي في الكويت حاجه مشرفه ومفرحه، يعني كان وقتها برضه بمصرين يقولوا يعني مع كل الغلو وارتفاع الاسعار برضه الحضور بكثافه، وشكرنا طبعا رجال الاعمال هم مباشره من غير ما حد طلب منهم يعني تمام. مباشره تعامل الجمهور في جزء من التذاكر للماتشين يعني اخر ماتشين. ايوه الاجواء كانت جميله جدا برضه. كابتن محمود الخطيب بعد ما خلصنا المفروض بعد ما رجعنا بعت يعني خطابات شكر للجنه المنظمه وللاخوه الكويتة المسؤولين هناك على الرياضه في الكويت، اللي كان ليهم اهتمام بالنادي الاهلي غير طبيعي للامانه، يعني في اهتمام جامد جدا لان وجود النادي الاهلي برضه هو اللي كان منجح البطوله جدا طبعا، بدليل رفع اسعار التذاكر مباراه تلو الاخرى، ده كان واضح انه كان اثار الزعل شويه من جانبكم كمجلس اداره يا استاذ طارق. لا بس يعني في النهايه احنا في اسلوبنا بنحرص على
علاقات مع الاخوه الكويت، طبعا ولا ننكر اطلاقا استقبالهم وحفاوتهم، ويعني واثر الكابتن الخطيب اللي هو على شكرهم على كل حاجه. شفنا في اخر ماتش حسينا بظلم تحكيمي، لكن يعني بصفه عامه الاجواء والاستقبال والكلام ده، اللي احنا عندنا برضو رياضه اهم من مظبوط كرياضه وكروح مع الدول العربيه. لا كانت حاجه جميله ويبنى عليها حاجات كتير جدا على الجمهور وجماله، وكان التزام غير طبيعي اشد الاخوه الكويتيين مظبوط بطريقه كويسه جدا. يعني بالكلام عن الجمهور امبارح، جمهور الاهلي في الامارات رفعوا لافته بيتكلموا ان يعني جمهورنا في كل حته الا في ملعبنا، وده بيتزامن مع حتى البيان اللي كنتوا نزلتوه في مجلس اداره النادي الاهلي بخصوص الحضور الجماهيري والتواصل اللي تم مع رابطه الانديه بخصوص عدد الجمهور. ثم شركه تذكرتي اصدرت بيانا باعداد الجمهور سواء على مستوى الدعوات او على مستوى الجمهور العادي. ايه اخر ما توصلتم اليه بعد هذه اتصالات استاذ طارق؟ بص حضرتك، احنا يعني من اول ما جينا كمجلس اداره واحنا بـ 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 بنحترم القواعد اللي محطوطه لحضور الجمهور، واحنا متاكدين ان احنا والاجهزه المعنيه كلها حريصين على ان الجماهير تحضر المباريات وبالاسلوب اللي هو بيخضع في النهايه للناحيه الامنيه. كل اللي احنا طلبناه مؤخرا كان اللي هو الحرص الدائم، بس يبقى في على حته اللي هي توسيع الجماهير، يعني في حضور الجماهير نفسها في كل المباراه تبقى متساويه. لكن في النهايه انا متاكد ان كل الاجواء في مصر نتمنى ان يكون زي المنظر اللي موجود في الدول العربيه، يعني لما تلعب ماتش هناك وبيبقى امبارح كان الاستاد مليان بجماهير والحمد لله كان المنظر بديع وخرج بطريقه كويسه جدا، وفي النهايه الجمهور هو عنصر اساسي في كره القدم. ونتمنى ان شاء الله، وكل يعني وكلنا بنحرص برضو على ان ما فيش حد يخرج عن النص، يعني ما حدش اطلاقا عنده رؤيه وعنده فكر في البلد وحريص على البلد وهذا اطلاقا ان يكون فيه، والحمد لله يعني ما فيش حد يكون يدعو اطلاقا ان هو يكون فيها حاجه فيها اي خروج على النص. وفي نفس الوقت في انظمه الحمد لله اتحطت كتير جدا، البلد عملت شغل جامد جدا على اسلوب التذاكر وعلى 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 حاجات كتيرة جدا. وده جهد يعني مشكور وواضح جدا ان يتعمل اسلوب كنترول ورقابه جامد جدا على دخول الجماهير، لان ما فيش حد فينا ولا حد حريص على البلد يتمنى ان يحصل اي خروج على النص ولو حتى بالهتاف 100%. مع مبدا ان الدنيا بقت الحمد لله منضبطه جدا، كلنا برضو نفسنا بما فينا اكيد كل الانديه على الحضور الجماهيري يكون موجود في كل الماتشات. وعلى فكره لما كنا لينا رؤيه ان مثلا في ماتشات ثانيه الفرق الثانيه فيها جماهير احنا كنا مبسوطين جدا، لان كلنا في النهايه عايزين ان الجمهور يكون موجود في اطار الضوابط، لان كلنا شغالين تحت اعباء الدوله. ايوه ودولة كلنا بنحترم أسسها وقواعدها، فكله بينادي بكده، احنا من حتة بنادي كده. وكل اللي قلناه مؤخرا اللي هو حتة ان الضمان بس بيكون كل العدالة في توزيع الجماهير، وانا احنا نثق في الحاجات دي انها تبقى بالاسلوب اللي هو يشجع الجمهور انه يكون حاضر في المباريات، يعني لان فيها زي المسرحية، يعني مسرح بلا جماهير زي دي نفسها بتخليش امبارح حلاوه الماتش بالجمهور. حلاوه الماتش بالجمهور طبعا، يعني ودايما بناكد تاني وتالت ورابع لكل جماهير الكوره في مصر ان كلنا نحرص على بلادنا، لان دي هي نمره واحد، واحنا في النادي الاهلي كل شغلنا بينصب تحت كده. الحاجه اللي بتتعارض فيها مع الدوله نفسها كبلد كمصر، لا مصر هي الاهم في حاجات كتيره جدا اشتغلنا فيها كده، فعشان كده بنبقى برضه حريصين المنظومه تكمل بالشكل ده. صح، كلام محترم جدا جدا من شخص محترم زي حضرتك، ورجل يعني عاقل ورجل يعني اقتصادي فاهم وواعي كالعاده استاذ طارق. اخيرا يعني على ملف كهرباء، اذا كان في معلومات متاحه بخصوص ملف كهرباء او اخر خطوات الاهلي بخصوص الغرامه المقرره على اللاعب لصالح الزمالك، هل من جديد؟ يعني عارف برضو ان ده متعلق بملف
جوه الكوره نفسها. فلما بتخلص الحاجات دي بيرجع لنا يعني كمجلس اداره بترجع لنا بالظبط. استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي بشكرك، ومره تانية مليون مبروك التتويج ببطوله السوبر على حساب الزمالك بالامس بهدفين دون مقابل. عضو مجلس اداره في النادي الاهلي اخر هو الدكتور محمد سراج الدين، كان قد نشر بوست احتفالي النهارده على صفحته على الفيسبوك اثار بعض الجدل باعتبار انه ممكن الجمهور يكتبوها، الناس تقولها، المغردين يتكلموا عليها تعليقا على تصريحات جسوالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، لكن لقوها من عضو مجلس اداره فكانت الجدل قد استمر. استنى يا عم الجول ده مش محسوب، كنت ببعت مسج. في إشارة لتصريحات جسوالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، جسوالدو فيريرا كان قال امبارح عدة تصريحات بعد المباراة بتضاف إلى تصريحات أثارت جدلا بخصوص المدير الفني الكبير لنادي الزمالك. تعال نستعرض أبرز تصريحات أثارت جدل من جسوالدو فيريرا ونعلق على بعضها أو نفسر ربما من وجهة نظرنا ونظركم لو حبيتوا بعضها. كيف يشارك الزمالك بطل الدوري في التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا في حين أن أندية أخرى حصلت على المركز الثالث لا تخوض هذا الدور في البطولة؟ طبعا هي لوائح الاتحاد الأفريقي وتصنيفات الأندية طبقا لمشاركتها في آخر نسخ 5 من دوري أبطال أفريقيا هو السبب، والناس اتكلمت في أنه هل لا يعلم فيريرا اللوائح. وجهة نظري أنا أنه كان وقلتها ساعتها أنه الراجل بيوجه رسالة للكاف يعني أنه يعدلوا من هذه اللوائح. تصريحات ما قبل مباراة السوبر، تحدث فيريرا قائلا السوبر 2015 كانت هناك أحداث كثيرة منها ركلة جزاء كهربا التي أهدرها، بعدها تم احتساب ضرب الجزاء للأهلي، وإذا كانت هناك تقنية الفيديو وقتها فكان سيتم إلغائها، يقصد الكرة اللي رمضان صبحي حصل فيها على ضرب الجزاء. اللقطة دي بالمناسبة لو ضرب لو في فار ساعتها كان ممكن على الأقل الفار يبقى بنسمع رأيه، يعني حتى لو كان صمم على إبقاء القرار. الراجل قال امبارح بعد الخسارة السوبر هي مباراة تقام في بداية الموسم ويدخلها بطل الدوري وبطل الكأس، واليوم يعتبر كأننا واجهنا أنفسنا لأننا بطل الدوري والكأس. طبعا بكل تأكيد يعني اللوائح واضحة جدا في القصة دي، ان لو بطل الدوري هو بطل الكأس فساعتها بتاخد وصيف الدوري او وصيف الكأس بقى على حسب كل موسم بتبقى اللائحة عاملة ازاي. فهو حصلت كتير قوي يعني الاهلي جمع الثنائية وواجه طرفا اخر لم يكن بطلا لهنا او بطلا لهناك. فانا اعتقد ان التصريح ده واللي بعده هقول لكم تفسيري ليه. الهدف الثاني لا يحسب بالنسبة لنا، كان الفريق كله في الامام ولدينا لاعبان فقط في الخلف وهذا صعب. طبعا هو الهدف لو معانا صورة ليه يعني اللي هو كرة طاهر محمد طاهر اللي عمل فيها مراوغة الامام عاشور ثم عرضية لكريم فؤاد، ما كانش فيه اتنين في الخلف، هو كان فيه عناصر الدفاع باكملها يعني بداية من الظهير الايمن سيد عبد الله، مرورا بلاعب هاف ديفندر اللي هو امام عاشور، مرورا باتنين قلبي دفاع حسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني، انتهاءا بعمر جابر اللي من خلفه مرة اللاعب كريم فؤاد وسجل من عرضية طاهر محمد طاهر. فلا ما كانوش اتنين، كان في الباقيين مستنين ربما هجمة مرتدة. تفسيري انا للتصريح ده تحديدا ان هو الراجل بيتكلم يعني ان 1-0 زي 2-0 وانا كنت ساعتها عايز الكرة تترد واسجل، فكان اهتمامي هجومي. دي الصورة اهي. فلا يعني وضعية دفاع الزمالك هو أي نعم ثلاثي الأهلي سواء اللي بيلعب ضربة رمية التماس معلول أو اللي بيستلمها قفشة أو اللي جاي من ورا طاهر محمد طاهر اللي عمل مجهود خرافي خرافي في الكرة دي، هما اللي نجحوا في إن هما يسهلوا قوي الهجمة على كريم فؤاد. التلاتة دول سواء بمراوغة من قفشة أو مراوغة ثم تمريرة 1-2 ثم مراوغة من طاهر محمد طاهر ثم خلل في التغطية من عبد الغني أو خلل في التغطية العكسية من عمر جابر، فاستغلال مثالي من اللاعب كريم فؤاد هو اللي خلى الجول يبدو وكأنه فيه اتنين مدافعين، لكن هو في الواقع فيه 7 موجودين قدامنا في الصورة. فالراجل يعني تفسيري يعني ان هو محاولة تقليل من انتصار الأهلي في التصريح ده والتصريح اللي قبله، إلى جانب ده محاولة تهدئة لرد فعل الخسارة على لاعبيه. هو الراجل باصص للي بعد ده
اللي هو يا جماعه انتوا ابطال، انتوا واخدين دوري وكاس، ده انتوا كنتوا المفروض تلعبوا نفسكم النهارده بس اللوائح خلتكم تلعبوا الاهلي. اللي هو يا جماعه انتوا ابطال، الجول الثاني ده كانه ما فيش، كانكم خسرتوا 1-0 بل وكنا الاقوى في الشوط الثاني من المباراه. فاللي هو انتوا عندكم ماتش امتي، اوعوا تناموا مني. ده كلام فيريرا، ده مقصود من فيريرا، ده التفسير المنطقي الابرز من اخر تصريحين اتكلم عنهم فيريرا في تصريحات ما بعد المباراه. لكن ده لا يقلل ابدا من فيريرا ابدا. يعني فيريرا خساره مباراه ببطوله قدام الاهلي تقيله وبتعمل هزه بكل تاكيد، لكن بكل تاكيد ده لا يقلل من فيريرا. ومحاولات التقليل من فيريرا هي محاولات برضه طبيعيه كاهلي وزمالك، لكن كمدرب ده مدرب كبير قوي، مدرب كبير قوي. وبالمناسبه هو اخطا امبارح، وبالمناسبه هو يسال بنسبه 80% ربما عن خساره الزمالك امبارح، لكن هو الراجل زي بدايات الموسم اللي فات، وانا قلتها من وقت مباراه فلامبو التشادي اللي الزمالك كسبها وعدى منها الى دور المجموعات في افريقيا، ان الراجل لسه بيجرب. هو جرب بعناصر جديده الموسم اللي فات 3 4 ماتشات فقد فيهم نقاطا، ثم استقام الطريق بعد كده وتعادل. النهارده الموسم ده جاي له عناصر جديده فبيجرب بيها، بل ورحلت عناصر اشرف بن شرقي فقدان مؤثر جدا. الزمالك نجح في انه يعدي بيه ما تبقى من الموسم اللي فات، لكن في بدايه موسم بيجرب افكار جديده 3-5-2، فبالتالي عندك مشاكل في الاجنحه. دخل تدريجيا مصطفى شلبي، انا اتوقع ان مصطفى شلبي لازم ياخد ادوار كتير قوي الموسم، يعني الفتره اللي جايه دي مصطفى شلبي هيكون ليه دور كبير قوي، فهو لازم يساعد فيريرا زي ما فيريرا هيحاول ان هو يشربه افكار افكار افكار، فيعدل الملعب بعوده زيزو الى ناحيه اليمين. فعناصر الزمالك الجديده هتاخد وقت بافكار فيريرا الجديده، الوقت ده هيمشي منه الزمالك من غير ما يضيع نقط ولا بيضيع نقط. هنا بقى اللعبه، وهنا الناحيه الثانيه اللعبه في الاهلي، ازاي انا استغل الانتصار ده وادوس. فهنشوف ايه اللي هيدوس. صاحب هدف الاهلي الثاني كريم فؤاد ليه قصه. هل تعلم ان هدف كريم فؤاد اللي سجله امبارح في مرمى الزمالك هو الهدف الاول في مسيره كريم فؤاد الاحترافيه في مشواره مع الانديه؟ الهدف الاول للاعب اللي بيلعب موسمه الثاني مع الاهلي، الهدف الاول في مسيرته. والحقيقه انه كان في مؤشرات. مبروك يا كريم، هدفك الأول على مسيرتك الاحترافية بشكل عام، وهدفك الأول بقميص الأهلي، وهدفك المهم في بطولة سوبر، هدف يبدو شبيها بهدف ببطولة يعني، لأنه قتل المباراة بعد ما كان برونو سافيو تقدم. لكن كان في مؤشرات لهدف كريم فؤاد، كان واضح من نهايات الموسم اللي فات أن كريم فؤاد هيسجل. حصل تدرج كده لحد ما هو بنفسه اللي حط هدف في شباك منافس، هذه المرة كان الزمالك، فما أجملها من بداية تهديفية. رقم واحد إن في طريقة 3-4-3 اللي بيلعب بيها ريكاردو سواريش المدير الفني السابق للأهلي كان بيديله أدوار هجومية طبيعية بطبيعة الحال في طريقة 3-4-3، فأنت وينج باك فطبيعي إن احنا نشوفك. زياد طارق كونه اللاعب اللي بيحتفظ بالكرة وبيحب الكرة تحت رجليه، فبيتحرك من مكان الجناح علشان يفضل موجود ناحية الجناح، فده كان بيدي فرص لكريم فؤاد أن يتقدم إلى العمق، فشفتوه في منطقة جزاء المنافسين كثيرا، وكلنا فاكرين الورقة اللي اداها له سواريش وحطها في جيبه لحد ما دخل واداها للاعبين. فكان طبيعة الحال كريم فؤاد ده لاعب بيطور نفسه، لأن استغل وجود زياد طارق، وطبعا ليه الشكر أكيد سواريش في المشهد ده، استغل وجود زياد طارق فبدا هو يدخل في العمق، فبدا يستغل سواريش، فمباراه تلو الاخرى لقينا كريم فؤاد بيدخل جوه ال 18 كتير، شفناه بينفرد بالمرمى في مباراه ايسترن كومباني على ما حسب ما اذكر، وبالتالي بقى ليه تواجد هجومي فعلي واضح في طريقه لعب 3-4-3. طيب ايه بقى اللي حصل بعد كده؟ انضم للمنتخب بسبب ده، واللي جاي دي معلومه على فكره. كريم فؤاد انضم للمنتخب بسبب أداء جيد جدا أظهره كجناح باك مع الأهلي. راح المنتخب، مشي سواريش، جه كولر. كولر وهو بيدرب الأهلي كان كريم فؤاد موجود في المنتخب، فكان قدام كولر 2 في مركز الظهير الأيمن، رقم 1 أكرم توفيق، رقم 2 محمد هاني. فبالتالي أنت جاي من بعيد يا كريم فؤاد، ما توريني بقى أنت إيه حكايتك، أنت مين يا كريم؟ جاي من المنتخب يبقى أكيد لعيب كويس. انت سريع
انت بتحب تقتحم منطقة الجزاء، ودي معلومات مش توقع اللي جاي ده، طب ما تيجي اجربك كجناح. فجربه كجناح في التدريبات، فنزله في مباراة الاسماعيلي، فصنع هدفا باقتدار لشادي حسين، هدف فوز. طب لا، لعبك تاني فلعبه كجناح من جديد فسجل هدفا، هذه المرة هو الهدف الأول في مسيرة كريم فؤاد. برافو كريم، برافو كولر، برافو سواريش، لكن أنت أكيد ليك حق أنك تحتفل لأنك تطورت وجاي من بعيد برضو. الموسم اللي فات في نصه كان الناس بتهاجم كريم فؤاد، فين كريم فؤاد؟ ودي الصفقة وده اللعيب. كريم فؤاد امبارح بيسجل هدفا جميلا، واللاعب بيتابع كمان أداؤه، بيشوف تحليل الأداء ومعاه شركات وبيشوف هو بيتطور إزاي وإيه اللي محتاج يزوده، فاستحقيت بهذه الزيادة هذا التفوق واستحقيت ثقة مدرب كبير زي كولر. كولر امبارح قبل الهدف اللي سجله في مرمى الزمالك الأولاني اللي منح الأهلي أفضلية فيما تبقى من المباراة رغم محاولات الزمالك في العودة للقاء، كان في مؤشرات برضو. تعال نستعرض في بعض الصور كده لفتات سريعة مهدت لهدف برونو سافيو. أبرز هذه اللقطات هي الضغط العكسي وقت فقدان الكرة، والضغط على لعيبة الزمالك وقت بناء الهجمة، وأخيرا أنك إزاي تكون بكثافة عددية عشان وقت ما تقطع يكون عندك كثافة تحاول تسجل بيها. تعالوا نستعرض أبرز هذه اللقطات. اللقطات دي كلها قبل الهدف. بص، وقت ما كان الزمالك بيبني الكرة مع مدافع الزمالك بتلاقي لاعب بيضغط عليه، لاعب بيضغط على الجناح، لاعب بيضغط على اللاعب الهاف ديفندر علشان يمنع الزمالك من البناء. ضغط طول الوقت، وبالتالي ده بيحتاج مجهود بدني، والحقيقة ان الاهلي واضح عليه تفوق بدني. امبارح لغاية نهاية المباراة كان متفوق بدنيا. اقطع الكورة، قطعت معاك احتمال اول تمرر، بتشوف ان حمدي فتحي كمان وهو بيضغط بتلاقيه دايما بيزيد، معاك احتمال انك تلعب كرات طولية، دي كانت طولية، ومعاك وقت ومساحة. اللي زعل كولر، واكيد ده اللي هو بيتكلم علشان كده انا عجبني تصريحاته امبارح، ان انا مبسوط لكن اللاعبين لسه لم يصلوا لما اريد، انك في كرة زي دي ما بتستغلهاش، بتلعب كرة طولية بيردها دفاع الزمالك، وبالتالي ده اللي كان بيشاور عليه على راسه في الماتش اللي قبله. دي كرة عدت لشادي وما لحقهاش، وبالتالي يلام عليها مثلا ده السولية اعتقد اللي معاه الكرة وشادي حسين، فبالتالي كولر بيقول لا انا عايز بقى بعد ما نفذت اللي انا عايزه كمل، عايز الفكرة كاملة تطبق. لقطة تانية قبل الهدف كانت شبيهة بده، نروح لها. اللقطة التالية كانت برضو هنا في الدقيقة 7 وقت بناء الهجمة، بتلاقي ان في لاعب رايح يقفل على المساك التاني، وفي لاعب ضاغط على اللي معاه الكورة، وهتلاقي اللعيب اللي جاي من ورا ده اللي هو فيه اتنين كحلي على نفس خط الحكم قدامهم احمر، ده كان داخل يضغط على احتمال ان يستقبل الكرة. دي لقطة تانية الزمالك بيمرر هنا، لكن بتلاقي بص متحوط بكام لعيب بيضغط عليه، اتقطعت الكرة دي مباشرة. ده كل ده قبل الهدف، بقى في زيادة عددية في مناطق الخطورة للعيبة الأهلي، وبالتالي في احتمالات برونو سافيو بيستنى الكرة، اللي معاه الكرة هنا معاه مساحة انه ممكن يمرر، فانت بتحط الزمالك تحت ضغط وبتسهل على نفسك احتمالات ان تسجل حتى لو ما سجلتش، لكن اكيد لو ما سجلتش ممكن فيما هو قادم تسجل. دي كانت مثلا تصويبه من السولية. ليه؟ ما مررش قدامه احتمال اولاني هو اللي هو برونو سافيو، كان محتمل يعني مع صعوبة طبعا التمريرة، محتاجة تمريرة دقيقة علشان في لعيب اتنين من الزمالك، لكن كنت ساعتها لو وصلت لبرونو سافيو التمريرة اللي بتقطع نص خط دي كانت ممكن توصلك بانفراد، لأن معاك زيادة تانية. ده مشهد 6-6 هو بعد قطع واستحواذ على الكرة. حتى جاءت لقطة الهدف. هي دي؟ هي دي. تمريرة من ناحية اليمين، جاي زكريا الوردي عشان يستلم، اتضغط على زكريا الوردي، فاضطر زكريا الوردي بعد سلسلة ضغط للأهلي في هجمات سابقة للهدف ده بنفس النمط، ان لعيب يضغط على اللي هيستلم، لعيب ضغط على اللي هيستقبل، لعيب ضغط على اللي بيمرر، ان يمرر تمريرة كانت ضعيفة، فنجح برونو سافيو في ان يروح يطبق الضغط فيعمل المراوغة البرازيلي ويسجل في شباك محمد عواد عشان تفلح تجربة كولر وخطته، وده أبرز نجاح على ما يريده. طبعا الأفكار دي بتتطلب بقى قوة بدنية، بتتطلب تحرك ككتلة كاملة كعدد لاعبين، اللعيب ده يضغط والتاني يضغط على الاحتمال أو أي احتمال من احتمالات الاستلام تعرف تطبقها، فنجح فيها الأهلي.
عشان كده كان في خوف على الاهلي في غياب ديانج، ان لعيب عنده الامكانيات البدنيه والضغط الدائم يعني، فعملها ونفذها وفاز الاهلي في النهايه فوزا مستحقا. الزميل حسين غريب اعد هذه الفقره الرائعه اللي تابعناها، او اتمنى تكون عجبتكم. انا بالنسبه لي رائعه، يا رب تكون رائعه بالنسبه لكم انتوا كمان. طيب خليني اقول لكم، بمناسبه زكريا الوردي، فيريرا غاضب، غاضب لانه قال للمقربين في الجهاز الفني انه حذر زكريا الوردي من مثل هذه الاخطاء. قال له انه ما ينفعش يبقى بيتدخل بشكل متهور عشان ما تفقدناش تغييرا، وقد كان حصل على انذار واتكلم عليه في المؤتمر الصحفي امبارح فاضطر انه يغيره، فغير الدنيا بعد ما استقبل الزمالك هدف بسبب نفس اللقطه، وحذره من ان ازاي يعرف يمرر تحت ضغط فاخطأ في هذا الامر، وبالتالي فيريرا غاضب. هل مجلس اداره نادي الزمالك طالب فيريرا بتجميد اللاعب؟ سالنا الاداره وقالت لا دخل لنا فنيا باي شكل من الاشكال في قرارات فيريرا. ولكن فيريرا انا شايف انه حمايه لزكريا الوردي صعب جدا انه يلعبه ماتش امبي، صعب جدا، خصوصا ان عمرو السيسي خد دقائق لعبه اكتر من المباراه اللي قبلها، مباراه سيراميك كليوباترا، فمحتمل ان يظهر اما رؤى او زكريا او عمرو السيسي ومعاهم امام عاشور، وهنشوف بقى طريقه اللعبه هتبقى عامله ازاي. هل هيستيك يثبت على ال 3 5 2 اللي ما نجحتش حتى الان عشان يواصل تجربه الافكار، ولا هيلعب بمصطفى شلبي بقى فخلاص يبقى مع الزمالك وينجين مع سيف الجزيري في عودة سامسون أكينيولا المحتملة. طب ماذا عن قائمة غيابات الزمالك أو حالة المصابين واصلة لفين؟ تعالوا نستعرضها مع حضراتكم بالكلام على السيرة يعني. مصابو الزمالك حالتهم كالتالي، بما أنك سألت أكيد وسألتي حضرتك عن سامسون أكينيولا، فهو تعرض لكدمة قوية قبل المباراة، والكدمة القوية بتستلزم عدم المجازفة بيه. اللاعب هيخضع لاختبار طبي النهارده، او ربما خضع بالفعل عشان يتم تحديد مصيره. الزمالك وصل بالسلامه في المباراه القادمه امام امبي في الدوري من عدمها في ظل رفض الجهاز مشاركه اي لاعب في حال عدم جاهزيته التامه. نبيل عماد دونجا عاد الى القاهره خلال الساعات الماضيه بعد الانتهاء من المرحله الاولى في برنامجه التاهيلي في قطر، خضع كان لجراحه غضروف الركبه، وهيبدا المرحله الثانيه قبل الانتظام في تدريب الزمالك. الونش بيعاني من إصابة بقطع في وتر العضلة الخلفية، يحتاج لتدخل جراحي، هيغيب عن الفريق فترة من 4 إلى 6 أشهر قبل العودة للتدريبات، ويستعد حاليا للسفر لإنجلترا من أجل إجراء جراحة الركبة. ترغب إدارة الزمالك في إجراء الونش للجراحة في أكبر مراكز العالم المتخصصة حتى يعود في أسرع وقت ممكن، إن ده محتاج له جراحة ثم تأهيل. فتوح إصابة كدمة قوية في القدم، هيخضع للأشعة في الساعات القليلة، بل خضع في الساعات القليلة الماضية للوقوف على حجم الإصابة وتحديد موعد مشاركته في تدريبات. غيابه امبارح أكيد أثر سلبا على هجوم الزمالك، لأنه مفتاح أساسي من مفاتيح لعب الزمالك وقت الحاجة إلى الهجوم. طيب عندك حق. طيب بالمناسبة على مستوى الزمالك، من شوية الأستاذ مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة نشر خبرا بيتكلم فيه على اجتماع طارئ هيعقده مع وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي لما اسماه بمؤامرات تتحاك ضد النادي، ولكن رجع بعدها ووضح ان الامر لا علاقه له بمباريات السوبر. ماذا قال في هذا السياق؟ تعالوا نستعرض. رئيس نادي الزمالك قال انه حتى يستريح الجميع لا علاقه للاجتماع باي قرار يتعلق باللاعبين او الجهاز الفني او الطبي او الاداره. مجلس الإدارة يدعم المدير الفني وجهازه الطبي والإداري وبالتأكيد المشرف على فريق الكرة. نتيجة مباراة لن تهز ثقتنا في المدير الفني أو اللاعبين الذين أسعدونا من قبل بالانتصارات. هذه مناسبة لتهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره بالفوز ببطولة السوبر، وهذه هي الرياضة الحقيقية، لا يوجد فائز بكل البطولات ولا منهزم في كل البطولات. أخيرا كل الاحترام والتقدير لجمهور الزمالك العظيم المتحضر، سواء من حضر المباراة أو الملايين الذين شاهدوها عبر القنوات التلفزيونية، والقادم أفضل إن شاء الله. أرى يعني بيانا مثاليا في كل شيء. هبدأ بتهنئة الأهلي، وإن الخسارة مكسب وإن الرياضة مكسب وخسارة، مثالي وذوق جدا وشيك جدا، ولا يهتم بالترندات بتاعت أنا ما هنيش وأنا ما هنيش، لأن دي الكورة يا جماعة، دي الكورة يا جماعة، دي الكورة لكل الناس الكلام ده. والرسالة التانية إن هو تعلم مجلس الإدارة من أخطاء الماضي، الانفعال، ردود الفعل الانفعالية. أنا خسرت من الأهلي
اطلع ازعق، لا انت كسبتني قبل كده سواء انت كمدرب او كلعيبه. فهي رساله هادئه جدا بتاتي بعد يوم هادئ في الزمالك رغم الخساره من النادي الاهلي. بمناسبه ما حدث في الامارات من مباراه جميله، مصر والامارات يحتفلان بمرور 50 عاما على العلاقات الدوليه ما بين الدولتين والشعبين الشقيقين. يوم الخميس كان هناك ندوات ولقاءات إعلامية احتفل فيها الأشقاء المصريون والإماراتيون بمرور 50 عاما. فتعالوا نستعرض في هذا التقرير، وبعد الفاصل معنا أخبار سريعة مهمة قبل ما نكمل معكم حلقتنا. أكيد إحنا جزء من هذه العلاقة على مدى تاريخي كبير جدا في المجال الرياضي وفي المجال الشبابي، لكن الحفاوة البالغة من كلا الطرفين، حكومة وشعب، دولة الإمارات الشقيقة وجمهورية مصر العربية، الحقيقة بتعبر عن مدى المحبة واستدامة العلاقة. ما حصلش أي فترة من الفترات تغيرت هذه العلاقة، دايما التوازن في المساعدة والمساندة المتبادلة ده شيء مهم جدا. يوم جميل قوي، المناسبة عنوانها نفسه جميل، يعني فكرة العلاقات المصرية الإماراتية 50 عاما، عقبال المية، عقبال المية وخمسين والميتين إن شاء الله، لأن هي علاقات ممتدة عبر الشعبين أساسا من سنوات أطول كمان من 50 سنة. فالمناسبة نفسها حلوة، بترسخ لفكرة التعاون وفكرة الحب وفكرة الأخوة الموجودة ما بين الدولتين. النهاردة كمان كمناسبة إن احنا زي ما بتقول نقابل كل هذه الرموز سواء من السياسيين أو رجال الفكر أو الكتاب أو الإعلاميين من الدولتين سواء من مصر أو من الإمارات، أمر إيجابي جدا. أنا أتمنى دايما مناسبات زي دي تجمعنا، وكل سنة ومصر والإمارات بخير وفي ظهر بعض دايما. حضور فعالية بالشكل ده احتفالا بمرور 50 سنة أمر مهم جدا، لأنه كلام الشيخ زايد ثم ميراث آل زايد كله ثم ميراث الإمارات العربية في علاقاتها مع الجمهورية أو مصر تحديدا، يصنف تقديرا كده بالنسبة لي على الأقل، أنه نادرا لما تلاقي علاقة ثنائية ما بين دولتين بهذا الشكل. سنين طويلة العلاقة الرياضية بين مصر والإمارات، سواء في تبادل المدربين، سواء في لاعبين مصريين كانوا موجودين هناك، سواء في فعاليات أقيمت، سواء السوبر الإماراتي يتلعب في مصر، السوبر المصري أكثر من مرة، ده فيما يخص كرة القدم، فيما يخص كل الألعاب. الحقيقة دولة الإمارات الحقيقة دايما مشاركة معنا في كل الأحداث والفعاليات. في ندوة النهاردة فيها 2 من خريجين الكليات عندنا، فطبعا يعني شيء مستمر وكلها علاقات طيبة، ما فيش ما يشوبها إطلاقا منه. أنا سعيد جدا إنه من المبادرة بتاعت الاحتفالية، وإن اللي فكر في الاحتفالية دولة مصر، دولة الإمارات، مشكورين جدا إنه الناس بتبقى عايزة تعبر عن شعورها تجاه الإمارات. أنا كمصري، لأن أنا عارف الإماراتيين، اشتغلت معاهم 2 سنين في اتحاد الكرة الإماراتي، قد إيه هم شعب طيب ومثقف ومحب لمصر، وهم عارفين قد إيه إحنا كمصريين بنحبهم وبنقدرهم. طبيعة واحدة وعادات واحدة، وطبعا المواقف لا تنسى للإمارات مع مصر في كافة الظروف. إن شاء الله بنتمنى الفترة اللي جاية مزيد من التدعيم في كل المجالات، وخاصة المجال الرياضي اللي هو إحنا يمكن قريبين منه شوية، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن زايد وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإذن الله. علاقات متينة ضربة بجذورها في الأرض، وده شيء أنا بحبه جدا وبعززه جدا وبعضده جدا، إن العلاقات دي تبقى مستمرة وتبقى بهذه القوة. أنا 4 مرات جيت مصر، المرة الأولى كطالب درست في كلية فنون جميلة، ومرة ثانية كمهندس ديكور مع المخرجين، مع الله يرحمه الأستاذ إسوان عبد الحافظ وعادل صادق وكبار المخرجين، يعني كنا نتعاون معهم، كنا نبني مشاهد في مصر ونكمل في دبي. فحاسس كأني أمس بتذكر يعني. ومرة ثالثة طبعا كمحكم في لجنة، في قسم لجنة التحكيم في مهرجان القاهرة الدول العربي،
كنت مشارك في لجنة التحكيم. وجودنا في مصر ودراستنا في مصر واحتواء مصر لأبناء الإمارات في فترة زمنية سابقة، هذا دليل على التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومصر. من زمان العلاقات ممتدة في كل المجالات، سياسية واقتصادية وأدبية وفنية ورياضية، في كل المجالات يعني. احنا كشعب مصري بنكن كل الاحترام والتقدير للشعب الإماراتي. 50 سنة من العلاقات الطيبة والمثمرة على جميع الأصعدة بين شعب مصر وشعب الإمارات، دي حاجة جميلة جدا، وبنتمنى إن شاء الله إلى الأبد هذا التميز من العلاقات القوية والطيبة بين البلدين الشقيقين. صدقني لما بنقول الإمارات لها وقع كبير جدا جدا في قلب كل مصري يعشق كل ما هو إماراتي. طبعا دولة الإمارات لها باع طويل معنا ومع الوطن العربي كله، مش مصر بس، من الدول القريبة جدا هتلاقي في الإمارات في قلب كل مصري، في حالة حب كبيرة جدا بين الشعبين الإماراتي والمصري وبين الدول العربية كلها. أهلا بحضراتكم مرة تانية، كل سنة ومصر والإمارات بخير. مراقب المباراة الكابتن مجدي الشيخ، مباراة امبارح ما بين الأهلي والزمالك، سجل واقعة شيكابالا اللي حصلت في السوبر. واقعة شيكابالا دي لما أقول واقعة شيكابالا فنقصد كل ما في واقعة شيكابالا، هي بتبقى دايما زي كده طفل مش عارف إيه أو فتاة مش عارف إيه أو سيدة مش عارف إيه، لكن واقعة شيكابالا دي بقى بما فيها من كل حاجة، سواء بقى واقعة الجماهير مع شيكابالا، شيكابالا مع اللاعبين، اللاعبين بتوع الأهلي مع شيكابالا، كل ما في القصة بتفاصيل ربما شفتوها وشفناها وتفاصيل أخرى ربما لم نراها أو لم ترصدها الكاميرات، لكن هو كان رصدها مراقب المباراة فكتبها في التقرير. ده هيؤدي إلى إيه هنشوف، لكن حبيت بس أقول لكم أنه دي حصلت، يعني رصدت في تقرير المراقب، اللي بالمناسبة علمنا أنه في أثناء وجوده في الاجتماع الفني قبل المباراة يوم الخميس، الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي طلب أن الأهلي يرتدي الشورت الأزرق، وده بيجي بعد أيام من الخطاب المفبرك اللي نشر والأهلي قال إن إحنا ما طلبناش، لكن الأهلي في المباراة الكابتن سيد عبد الحفيظ في الاجتماع الفني طلب إن الأهلي يلبس شورت الأزرق، لكن الأمر رفض لأنه الزمالك هو صاحب الأرض فمن حقه إن هو يطلب اللبس اللي هو عايزه، فصاحب الأرض ارتدى الأزرق وبالتالي الأهلي ارتدى الزي الطبيعي التقليدي الأحمر والشورت أبيض النهاردة. والأهلي كان نفى أنه قال أن الزمالك ما يلبسش الأزرق بالمناسبة يعني، فبس كده كده ما لازم الزمالك يلبس أزرق فمش هينفع الأهلي يلبس الشورت الأزرق، بس الأهلي طلب يلبس الشورت الأزرق. خليني أقول لكم أنه في ما يخص أيضا الدوري المصري الممتاز النهاردة، إمبي واجه المصري البورسعيدي وفاز المصري بهدفين، مروان حمدي سجل الهدف الأول، عمل مجهود كبير قوي في اللقاء واستحق لقب رجل المباراة، ساهم في بناء الهدف الثاني اللي سجله عبد الرحيم دغموم، اول اهداف اللاعب الجزائري الجناح. الكابتن ايهاب جلال النهارده لعب، رجع الثاني لطريقه 4، مرونه واضحه جدا في طرق اللعب. الماتش اللي فات لعب قدام بيراميدز بثلاثه في الدفاع، النهارده لعب باثنين في طريقه 4-2-3-1، فالفرقه كانت شكلها كويس، سيطرت. امبي هو اللي في وضع يبدو صعبا، نقطه امام بيراميدز في مباراه كان فيها بيراميدز الافضل، ثم خساره امام طلائع الجيش، ثم خساره النهارده قدام المصري البورسعيدي، وبالتالي نقطه بس من 3 مباريات امام امبي، حذاري لازم الفرقه تخلي بالها شويه، لكن المصري نسق متصاعد واداء جيد جدا وفوز مستحق في النهايه. بكره عندنا مباريات اخرى في نفس الجوله من الدوري المصري الممتاز، ولقاءات الغد كالتالي. عندنا الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش، الاتحاد السكندري كسب اول ماتشين مع 6 نقاط، طلائع الجيش كان قد تعادل في الجولة الأولى وفاز في الجولة الثانية، ده في اسكندرية. في المقاولون العرب، المقاولون العرب يلتقي مع فاركو، في اتعمل جلسات استشفائية للعيبة فاركو بعد الفوز الرائع المهم اللي تحقق أمام حرس الحدود في الدقائق الأخيرة في اللقاء الماضي. نفس الجولة لكن يوم الثلاث عندنا حرس الحدود مع سموحة، وعندنا البنك الأهلي مع سيراميكا كليوباترا. أما الأربعاء فالداخلية مع الأهلي وإمبي مع الزمالك.
الزمالك وامبي ده من الجوله الرابعه على فكره بالمناسبه، تقدم زي ما انتم عارفين كان المفروض الزمالك وبيراميدز، بس بيراميدز هيكون بيلعب في الكونفدراليه زي فيوتشر نفس القصه، عنده مواجهه في الكونفدراليه. طيب خليني اقول لكم انه محمود علاء بمناسبه مباراه الاتحاد السكندري في هذه الجوله علمنا ان قرار الايقاف هيبقى مبارتين ويتم تغريمه 20,000 جنيه، وده في اعقاب ما حدث في مباراه الاتحاد السكندري الماضيه امام الداخليه واللي انتهت بفوز الاتحاد السكندري بنتيجه 2-2. ده طبقا لتقرير الحكم، رابطه الانديه قررت شافت من التقرير ده انه يتوقف مباراتين ويغرم 20,000 جنيه. عالميا النهارده في الدوري الانجليزي كانت عندنا مباريات في هذه الجوله الجديده اللي انطلقت فيها الجوله 14، فاز فيها مانشستر سيتي على ليستر سيتي بهدف دون مقابل سجله كيفن دي بروين، فاول ممتاز من بره منطقه الجزاء في غياب ايرلينج هالاند بسبب الاصابه. توتنهام هوتسبير عاد من تاخر بهدفين امام بورنموث بفوز بثلاث نقاط مهمه جدا عاد بها للانتصارات بنتيجه 3-2. برنتفورد واجه ولفرهامبتون وانتهت المباراه 1-1، عندي قصه في المباراه دي هقولها لكم حالا. برايتون كسب تشيلسي 4-1، واكيد عندنا قصص سريعه عن المباراه دي. كريستال بالاس كسب ساوثهامبتون 1-0، نيوكاسل اكتساح لاستون فيلا 4-0، وعندنا قصه عن المباراه دي. فولام اتعادل مع ايفرتون 0-0، وليفربول خسر من ليدز يونايتد 2-1 في مباراه سجل فيها النجم الملك المصري محمد صلاح هدفا رائعا بعد عرضيه من روبرتسون. محمد صلاح فرد رجله فرده ممتازه من بتوع ابراهيموفيتش دول وراح محولها في الشباك، كان هدف التعادل، ولكن خسر في النهايه ليفربول، ووضع صعب جدا بيتواجد فيه ليفربول اللي لا يكاد يستفيق حتى يتلقى صدمه جديده. ليفربول دلوقتي في المركز الكام؟ المركز الكام؟ انزل شويه انزل شويه، في المركز التاسع ب 16 نقطه بعد المباريات اللي لعبها 12 مباراه حتى الان. لكن مباراه تشيلسي مع فريق برايتون، برايتون كسب بقياده بوتر مانشستر يونايتد 4-0. بعد كده بوتر راح مسك تشيلسي فخسر هو من برايتون 4-1 النهارده. اخطاء دفاعيه بالجمله في الشوط الاول تحديدا، ده رغم ان تياجو سيلفا شال كورتين من على خط المرمى في اول 3 دقائق، لكن بعد كده تروسارد عرف يستغل خطأ من في بناء الهجمه من تياجو سيلفا نفسه، بعديها نجحوا في تسجيل هدف قبل ما يسجلوا هدفين تانيين، وبعديها تشيلسي يلحق يفوق شويه، كاي هافرتس سجل في الشوط الثاني، لكن بعدها جروس قتل المباراه في الدقيقه 92 بانتصار مهم جدا تحت قياده ديتسيربي، واول انتصار للفريق تحت قياده ديتسيربي، واول خساره لجراهام بوتر قائدا لتشيلسي. لكن اتهاجم على فكره في المباراه من جمهور برايتون اللي هم شايفين يعني ان هو خانهم ومشي وراح الى فريق تشيلسي. في مباراه اخرى اللي انتهت بالتعادل 1-1 ما بين ولفرهامبتون وفريق برنتفورد، المباراه دي ادارها حكم بيعود التحكيم لاول مره من زمان، من 4 سنين، كانت واقف قبل كده اسمه مادلي، بسبب انه كان عمل فيديو كده بيهزر مع واحد صاحبه فبعته له، فالفيديو انتشر بيتريق فيه على ناس من الاحتياجات الخاصه، فده اعتبر خروجا عن النص فتوقف. رجع مؤخرا الى التحكيم في الدرجه الاولى، ورجع النهارده لاول مره في الدوري الانجليزي الممتاز. وترك دييغو كوستا في اخر المباراه بسبب نطحه كده خد فيها بطاقة حمراء، الحمد لله على السلامة كده. دييغو كوستا رجع رسميا، ما سجلش لكن رجع واطرد بسبب خناقات مع المدربين. طيب برشلونة كسب النهاردة في الدوري الإسباني، هدف متأخر سجله ليفاندوفسكي في الدوري الإسباني على فالنسيا بعد ما كان فالنسيا سجله هدفا ولغي بسبب الفار. طيب النهاردة يوم اللي عدى بنحتفل بعيد ميلاد أسطورة من أساطير الكرة المصرية، هو الكابتن فاروق جعفر نجم الكرة المصرية ونجم نادي الزمالك. كل سنة وانت طيب وبألف خير كابتن فاروق، هنحتفل بعيد ميلاده. ومن بعده تقرير سريع قبل الفاصل عن مباراة جمعت ما بين فريقي في الدرجة الممتاز به، في الممتاز به جمعت ما بين فريق ديروت والجونة، وانتهت بفوز الجونة بهدف دون مقابل عشان يتوقف رصيد ديروت عند 4 نقاط في الجولة الثالثة من المسابقة. كل سنة وانت طيب يا كابتن فاروق جعفر.
مبروك لفريق الجونه، فرقه محترمه جدا، وزي ما احنا بنقول احنا برضو لسه عندنا اولاد صغيرين، في 5 6 لعيبه اولاد صغيرين ما عندهمش الخبرات، انما اعتقد ان هم ادوا اداء جيد، مش هقول اكثر من جيد او جيد جدا، هو اكثر من جيد، انما هي دي كره قدم. هم خطا ما دبل باس، كان عندنا ولد مصاب بالمساك نزل ما كانش فيه متمركز كويس، دبل باس جابوا جول وخلاص الموضوع خلص على كده. احنا استحواذ الشوط الثاني تقريبا كله، ضيعنا فرص، انما الحمد لله قدر الله ما شاء فعل ولسه الدوري طويل. من الناحيه الفنيه افضل الماتشات اللي فاتت، يمكن بقول ان احنا اتمنى استمراريه الاداء في ارتفاع، وده اللي انا برجوه الفتره اللي جايه، كل اسبوع بتحسن، كل اسبوع بتحسن، كل اسبوع بتحسن، على اساس ان احنا الاداء الجيد بيجيب نتائج ايه جيده. الشوط الثاني طبعا حاولنا وضغطنا الجونه، كانش ليهم تاثير هجوم علينا خالص في الشوط الثاني، زي برده الحال برده عشان كانش لنا تاثير هجومي بشكل برده ملحوظ. فاعتقد ان الجيم كان تعادل بينا في الاداء والاستحواذ والسيطره لكل فرقه. الشوط الثاني هم طبعا النتيجه الهدف اللي جابوه طبعا اداهم الافضليه لثلاثه بونت، فالحمد لله رب العالمين. عندنا طبعا شخصيتنا كل اسبوع بتزيد، ان شاء الله الرحمن اهدافنا نحققها ان شاء الله. مجموعه الصعيد دي مجموعه صعبه طبعا جدا، وفرقه ديروت بنلعب فرقه يعني فرقه محترمه جدا جدا بصراحه بعد التدعيمات اللي عملوها، بس اديك شايف يعني هي الدرجه دي كده، ونادي الجونه طبعا نادي كبير ولسه نازل من الدوري الممتاز، فاحنا عايزين باذن الله رب العالمين ان شاء الله يعني كده بنقاتل عشان نصعد تاني دوري ممتاز، لان الجونه مش مكانها طبعا في الممتاز بصراحه يعني. كانت صدفة جميلة جدا أن ألتقي بهذه الأسطورة الكروية، وكانت من اللقطات الجميلة جدا اللي عملتها رابطة الأندية المصرية وقت عمل قرعة الموسم الجديد لدوري رابطة المحترفين المصري في النسخة الجديدة، في أثناء تكريم النجوم اللي صنعوا اسما من وتاريخا كبيرا وسطروا اسمهم من ذهب في مسيرة الكرة المصرية. بالصدفة بصيت على يميني لقيت أسطورة كبيرة جدا كانت وحشانة، لأنها أعتقد أن ظهورها رغم اسمها اللامع واللي بيذكر في كل البرامج حتى من غير ما هو نفسه يظهر ما بيظهرش كتير، فكانت الدعوة وكانت تلبية الدعوة من أسطورة الكرة المصرية الأهلي والمصري البورسعيدي الكابتن جمال جودة. كابتن جمال أهلا بيك، منورنا. أهلا بيك، الله يخليك، منور الدنيا ووحشنا. الله أنت أكتر. فينك يا كابتن؟ الكلام المقدمة الجميلة بتاعتك هاني ربنا يخليك، يعني بتخلي الواحد جسمي أشعر يا حبيبي. والله بجد ده يعني مجرد ذكر لما حضرتك عملته بنفسك، ما حدش بيزوده يعني. انت عارف الواحد طبعا مهما كان يعمل في اللي أحسن مني وفي اللي يجي بعد كده أكيد، لكن الكلام بتاعكم بيأثر في الواحد جامد، لأني أنا يعني حاسس أن أنا كان يعني عملت جزء بسيط من اللي ربنا اداهوني، كان المفروض برضو اكتر، لكن في فترات كانت فيها اصابات وفيها الاهلي استغنى عني وبعدين رحت للنادي المصري، دي كلها كانت اسباب برضو اثرت في الـ في في, في الاداء يعني في الرحله وفي الاداء بتاعي. لكن الحمد لله انا سعيد بان انا اللي انا عملته برضو، وشرف ليا ان انا اكون متواجد معاكم، ده شرف ليا ان انا اكون يعني من ضمن الاساطير وانا شايفها كبيره عليا. لا مش كبيره طبعا ولا حاجه، ده اسمك لكن من ذهب على مستوى من سجله، على مستوى من ناله لقب هداف الدوري، وعلى مستوى اللي سجله في العمالقه، عمالقه الحراس وعمالقه الانديه يعني. الاحساس ده فعلا جالي وقت ما كنت في التكريم نفسه، لاني كان على يميني المفروض الكابتن محمود الخطيب، وعلى شمالي الكابتن على ابو جريشه، ومجموعه كبيره جدا من الاساطير فعلا. فانا فعلا حسيت الاحساس ده لان الناس دي كانت كلها حواليا. منور الدنيا يا كابتن جمال، ربنا يخليك يا هاني. فاكر الموسم اللي كنت فيه هداف الدوري ده؟ فاكره طبعا. ايه ذكرياتك معاه؟ 82 ها؟ 82 بالظبط. احنا كنا فرقه يعني، الاول احنا الحاج سيد متولي الله يرحمه جمع وعمل فرقه جديده تماما، او طعم بينا المجموعه اللي كانت موجوده البورسعيديه اساسا. التوليفه دي بقت فرقه قويه جدا، فرقه على مستوى، يمكن اول موسم اللي هو موسم 81 او 80 81 ما حققناش يمكن
الطموحات اللي كانت على قد امكانياتنا. أي. لغايه ما تقريبا تم الانسجام تماما، وكان في معانا مدرب عالمي طبعا مستر بوشكاش الله يرحمه. الموسم اللي هو بقى 82 اللي بعده بدانا نبقى في انسجام تمام، وفي نفهم طريقه لعب اللي بيطلبها مستر بوشكاش، زائد ان انا اول يعني انا رايح النادي الاهلي النادي المصري وانا بلعب مدافع، خط الوسط المدافع، خط وسط مدافع لما كنت في الاهلي، لما كنت في الاهلي رحت مهاجم بقى. ايه اللي حصل ازاي يا كابتن؟ هو لا مستر بوشكاش طبعا بص، المدرب لما يكون مدرب على مستوى عالي من اهم الميزات اللي عنده انه لازم يقرا اللعيب ده ايه، صح؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين هو ممكن يختار له المكان زي ما حصل معايا، انا مثل حي يعني المكان المناسب لامكانياته، زائد ان هو يرفع من مستوى الفني. ايوه التلاتة دول عملهم معايا مستر بوشكاش. قال لي لا انت ما تلعبش مدافع ابدا، انت عندك حاسه التهديف عاليه قوي، عندك الناحيه المهاريه عاليه جدا، كره شراب بقى، كره شراب. انت عارف في مبابه عندنا كان على طول الشراب على طول يعني. فنقلني فعلا عنا على فكره اللي كان مرشحني لمستر بوشكاش مستر ريدي كوتي مدرب النادي الاهلي، والاثنين على فكره كانوا بيلعبوا في ريال مدريد مع بعض. ايوه مظبوط. وفعلا رحت بمبلغ طبعا بسيط في الوقت دوت، والحمد لله لعبت بعد كده راس حربه جنب الكابتن مصعب نور. الله. فده كان شرف كمان يعني، انا عندي حياتي كلها فيها بقى الاساطير اللي هي الناس اللي هي فعلا اساطير وناس اسماء كبيره جدا. مين اسماء ما تنساش رغم كونها اساطير انها ساعدتك بشكل كبير جوه الملعب؟ جوه الملعب وبره الملعب. مين؟ انا اللي اختارني ان انا والدي كان رافض ان انا العب كوره اصلا تماما، ان انا لا الدراسه اهم حاجه وكده. كابتن صالح سليم الله يرحمه اختارك ازاي؟ الله يرحمه. كان في مباراه بين النادي الاهلي تحت 18 سنه ومركز شباب امبابه. والله يعني انا كنت قاعد بتفرج، انا قاعد في الشوط الاول بتفرج، تمام، مباراه وديه، وكان نهائي دورة ودية. أيوة. بس الأهلي جاي يعمل الختام بتاعها مع فرقة امبابة. أيوة. فبين الشوطين الأول، الشوط الأول الأهلي جاب جون بقى 1-0. كان عادل عبد المنعم الله يرحمه حارس مرمى النادي الأهلي، تمام. فلقيت المدرب بين الشوطين معدي قدام المدرجات بيناديني تعال. هو عارف كان بيتحايل على والدي ان انا العب، ووالدي كان رافض تماما. أوكي. لان هو كان مدرب مركز شباب امبابة، تمام. فنزلت اخير قال لي تعالى العب. قلت له الحاج والدي هي؟ قال لي لا مالكش دعوه انا هبقى اكلمه. المهم نزلت ولعبت اللعب العادي بتاع الشارع ده. أيوة. على الرغم ان هو كوره كبيره وكل حاجه. وعملت الكوره لوب من نص الملعب تقريبا من فوق عادل عبد المنعم، تمام. وتعادلنا 1-1. بعد المباراه لقيت الكابتن صالح سليم بيندهلي مع المجموعه اللي كانت موجوده كلها. وبيقول لي انت اهلاوي او بتحب النادي الاهلي عايزينك تيجي تلعب في النادي، وتم الحمد لله. ورحت من سنه 73 بالظبط كنت في النادي الاهلي. اتصعدت وبعد كده مشيت يا كابتن، بعد رحله كانت برضو رحله قويه. انا بعتبرها رحله كويسه في النادي الاهلي، على الرغم ان هي يعني دي كانت بدايه بس. البدايه كانت بدايه قعدت حوالي 6 سنين محقق فيها حاجات كثيره جدا والله. يعني انا بص ما فيش بطوله على مستوى الناشئين الا لما كنا اخذناها، سواء تحت 16 سنه 18 19 لغايه ما وصلت منتخب مصر. أيوة. 19 سنه. اول منتخب مصر يتعمل تحت 19 سنه. جبت جوال كتير قوي في مرحله الناشئين. انا يعني لو عديت لك ال1000 مش هتصدق يعني. بجد؟ بجد والله. يعني الله يرحمه الكابتن المستكاوي. مش طبعا ربنا يديله الصحه كابتن حسن، ربنا يديله الصحه. نجيب المستكاوي كان بيقول ان فرقه جمال جوده وخالد جد الله الفرقه دي المفروض يعيدوها في دوري كره السله من كتر عدد الاهداف اللي بيجيبوها. بالظبط كده. ولكن بنكسب بالثمانيه والتسعه. والحظ برضو يعني اللي استمر معايا حتى بعد ما سبت النادي الاهلي،
كنت انا اللي بجيب الجون في نادي الزمالك حتى في اللاشئين يعني هدفي الفوز دايما تلاقيني انا جايبه في نادي الزمالك. كنت بتسجل في مرمى مين؟ نعم كنت بتسجل في مرمى مين وانت في ناشئ الاهلي؟ مش متذكر اسماء يعني يمكن ايمن طاهر تقريبا او كابتن عادل المأمور ده حبيبي يعني ده في الكبار بقى ده حبيبك ها حبيبي ده صديقي ده يعني صديق الاجوال ده انا يعني مش عارف بعمل كده بتلاقيها دخلت عنده يعني لانه من احسن حراس مرمى في مصر حقيقي يعني بس انا كنت محظوظ عليه حقيقي. في لعيبه ممكن تبقى محظوظه في قدام فرق او حراس مرمى بعينهم بالظبط انا كنت كده مع محظوظ مع كابتن عادل عادل المأمور. قبل ما نسيب الاهلي سبت الاهلي ازاي؟ كانت مفاجأة يعني ازاي تم الحصول على الاستغناء ده يا كابتن جمال؟ والله هاني يعني لو انا احلف لك كتير اقول لك فعلا انا معرفش يعني لو حكيت لك الاسباب كلها اسباب كلها او الظروف او الملابسات بتاعتها انا اولا كان عندي 20 سنة ما كملتش 20 سنة بلعب اولا ثانيا في منتخب مصر وهداف الناشئين على مستوى الاعمار السنيه كلها ما عنديش مشاكل ولعيبه النادي الاهلي النجوم كبار كلهم اعمارهم كبيره تمام يعني كابتن محسن صالح اللي بيلعبوا في النص انا كنت بلعب في وكابتن شطه وكابتن صفت عبد الحليم الله يرحمه ومختار مختار المجموعه دي كلها كانت الفرقه محتاجه لمرحله امداد الفريق بلاعبين النادي الاهلي طول عمره بيعمل صف تاني وتالت مش مش يعني مش زي الخطا اللي حصل من سنتين يعني الناشئين ما فيش ناشئين لغايه دلوقتي طلعوا من فتره يعني كان قبل كده في عندنا يعني الصف بعد انا ما رحت النادي المصري قعدت سنتين طلع بعدين بقى مجدي عبد الغني ومجموعه وبدر رجب و وعلاء ميهوب يعني المجموع يعني في كان في صف تاني وتالت المهندس عدلي القيعي قال انك مشيانك من الاهلي كان بسبب زومبا بالظبط انا سمعت قالها في المكالمه التليفونيه ايه الزومبا مش عارف ما انا نفسي انت عارف انا في في القرعه الحفله في القرعه يعني حظي ان انا قابلته المهندس عدلي القيعي فقلت سالته قلت له انا نفسي اعرف ايه هي الزومبا اللي انت قلت عليها قال لي بص انت مش كسرت الدنيا ورحت النادي المصري عملت اللي ما تعملش مش لازم تعرف خلاص بقى مش لازم تعرف انا نفسي اعرف طب دي حاجه دي لكن انا جوايا والله ما اعرف ما تعرف ونفسي اعرف حقيقه اديك فعلا يعني انا بقول لك الملابسات كلها هنا اهي يعني قول لي يعني انت 20 سنه ونجم ومنتخب مصر وبعدين يعني اغرب حاجه كان من ضمن الحاجات اللي كانت بتديني انا اول لاعب في الناشئين يلعب فريق اول اول مباراه هاني كان في موسم 77 78 في الدوري كان النادي النادي الاهلي هيلاعب المحله اخر مباراه في الدوري هيلاعب المحله في استاد القاهره والزمالك هيلاعب الاسماعيلي في الاسماعيليه ولو عشان ناخد الدوري كاهلي لازم نكسب 4-0 تمام والزمالك يتعادل الزمالك لازم يتعادل. الزمالك يتعادل لازم الزمالك تمام. يتعادل الزمالك كسب 2-1 واحنا كسبنا 4-0 فكان في فرق هدف الزمالك خد بيه البطوله لو رجعت على التاريخ هتلاقي القصه دي خد وكان في ساعتها النادي الزمالك كان بيلعب المحله والمحله في المحله حصل ضرب طوب والمباراه انتهت بال يعني الحكم لغى المباراه وانتهت 2-0 اعتباري هدفين اعتباريين فحتى الاهلي اعترض في التوقيت دوت على اساس ان في فرق هدف ويعتبر من الاهداف الاعتباريه لكن الزمالك اخذ البطوله دي فكان ماتش صعب قوي مفهوم الزمالك ساعتها كان عايزك صح؟ بص طبعا انا كنت معروف طبعا على مستوى النادي الاهلي ولعبت ناشئ ولعبت فريق اول لا ولعبت الزمالك لما اللي معايا في المنتخب يعني هم قالوا لي احنا عايزينك في الزمالك لو ما استمرتش في الاهلي يعني واترفضت لا يعني كابتن حسن قال لي لا كابتن حسن حمدي مدير الكوره في التوقيت ده في النادي الاهلي قال لي اي نادي في مصر وبره مصر الا الزمالك صراحه كده فانا قلت له لا خلاص انا اساسا مش عايز العب في اي نادي تاني في مصر اهلاوي
بالظبط. يعني انا مش عايز العب في اي نادي تاني. كابتن صفوت عبد الحليم قال لك ايه ساعتها؟ كابتن صفوت قال لي انا اتخانقت معاه الله يرحمه، قال لي انا اتخانقت مع الاداره ومع الجهاز الفني ان لما عرفت ان هم هيشتغلوا عني. اتخانق معاهم لانه صفوته كان كابتن التيم في الفريق دلوقتي. يعني كابتن الفريق وكده. الله يرحمه. الله يرحمه. لان انا كان مقتنع بيا تماما يعني، وكان عارف امكانياتي لان هو كمان عنده الناحيه الفنيه كانت عاليه قوي. وكان على طول معايا في المعسكر يعني متبنيني فعلا يعني. لكن برضو اثره ما اعرفش ليه يعني لغايه دلوقتي صدقني والله يعني، لكن كانت فتحه خير. فتحه خير. صح. في المصري البورسعيدي لو هتوصف رحلتك كلاعب من الهدافين في تاريخ الدوري المصري الممتاز كابتن جمال هتقول ايه عنها؟ رحلة كلها حب وسعادة وراحة بال وفي انجازات حصلت يعني، سيبك من البطولات احنا كنا بنحاول ناخد بطولات لكن انا على مستوى الشخصي كانجازات عملت انجازات يعني. من ضمنها طبعا هداف النادي عموما في فترة من 80 ل 90 هداف الدوري موسم 81-82 جايب 75 هدف. وصلنا نهائي كاس مصر مع النادي ضد النادي الاهلي 3 مرات في خلال الفترة دي. نافسنا على كاس مصر على بطولة الدوري اكتر من مرة واخدنا المركز الثالث يعني، كان الاهلي والزمالك المصري يعني، كلها انجازات كويسة قوي. وحتى ارتبطت كمان ببورسعيد قوي يعني. انا بعد ما بطلت فضلت قاعد في بورسعيد يعني، انا بحس ان انا عملت تاريخ ليا، عملت صداقات ليا كويسة قوي. بورسعيد يا جماعة وجمهورها اللي عايز يحس فعلا بطعم اللعبة الحلوة اللي بيلعبها او الهدف اللي بيجيبه يشوف جمهور بورسعيد بيعمل ايه يعني. بعد الهدف النهاردة يعني انا صدقني والله في الهدف ده انا لما بعلي صوت الجمهور اقسم بالله انا بدمع. طب معانا الصوت يا جماعه الناس دي حبها. لا ده حصل كمان بعض الهتافات في المباراه دي اول مره الواحد كان يسمعها يعني. عارف ماتش انجلترا يعني والسويد شفت الجول ده؟ اكيد لما شفت الجول ده افتكرت الجول ده. لا بس هو طبعا من ابعد شويه، ابعد بكتير ومعموله من بعيد قوي ومعموله من تحت العرض العارضه بالظبط. فكانت لا يعني لا في فارق طبعا يعني. بس انا يمكن هنا في عندي سرعه رد الفعل كانت اسرع شويه لان لما اتخبطت فيا عملتها اسرع، فعشان كده ما قدرش الكابتن عادل يجيبها. ده برضو في دور مصر، ده في دور الثمانية في كاس مصر كان في اسكندرية على فكرة. ده الكابتن محمد صلاح والكابتن جمال عبد الحميد والكابتن ايمن يونس وكسبنا ساعتها 2-1 وانا اللي جبت الجونين بس برضو ما خدناش الكاس للاسف يعني. طيب الاهلي ما حاولش يرجعك يا كابتن جمال بعد ما تألقت مع المصري؟ بص لا ما حصلش، لكن انا كان نفسي يعني. ليه؟ لان كان في انت تبدا تحس الاحساس اللي انا اللي هو دلوقتي حاسه اي رمضان صبح. ايه هو بقى؟ ان هو عايز يرجع النادي الاهلي. بس انت ماشي مش بمزاجك، هو ماشي بمزاجه. هو ماشي بمزاجه. احساسه بيبقى اصعب شويه. اصعب. انا ماشي غصب عني، عشان كده كان عندي احساس بالظلم وما حبيتش ان انا ارجع تاني النادي الاهلي. يعني انا كان نفسي لكن ما قدرتش اروح اقول لهم لان في بعض يعني ايه، انا اولا انا استريحت هناك يعني، انا استريحت يعني مع النادي المصري بقت في راحه نفسيه، حسيت ان انا يعني جمهور. انا تخيل اول مباراه ليا كنا بنلعب في الزقازيق، ملعب النادي المصري كان بيتصلح فكنا بنلعب ماتشاتنا في الزقازيق. والله العظيم يا هاني الماتش دوت احنا كسبنا 2-0 تقريبا، جبت جون على ما اتذكر يعني، اتشلت من الملعب بعد المباراه لغايه محطه الاتوبيسات.
على أعناق الجماهير، على شالوني على الطف. أول يوم خلوك بقى تنسى الأهلي وتنسى الزمالك وتنسى أي حاجة تانية، أنا هنا بجد أنا وقاعد هنا، هنا وعايش هنا بالظبط يعني. فعشان كده أنا فضلت بقى مرتبط ببورسعيد تماما. أيوه حتى ما يعني لما بنزل مصر ما كنتش بروح بقى النادي الأهلي. أيوه أنا زعلان يعني، عارف أنا زعلت منك يا كابتن حسن وزعلت منك يا أهلي إزاي بتاع، لكن أنا الحمد لله هكمل. اتقالت لك ازاي اصلا انك ماشي؟ اتبلغت بيها ازاي؟ هل الطريقه كانت صعبه عليك ولا كانت طريقه هاديه؟ بس اقول لحضرتك كان في مباراه وديه قبل الموسم اللاعب المنصوره. فلقيت نفسي احتياطي. تمام. فسالت الكابتن حسن حمدي. وانا احتياطي ليه النهارده يا كابتن؟ سؤال عابر يعني، مش اعترض ولا حاجه، ده مستر هيديكوتي والدنيا يعني. فقال لي يا جمال لو انت عايز تاخد السغنة احنا ما عندناش مانع. ده الرد على سؤال على طول النهارده. اقسم بالله زي ما بحكي لك كده، عارف كان في محمد علي فايت داني بوكس كده. ايه ده انت يعني؟ المفاجاه دي يعني. قلت له خلاص لو انت مش عايزني اديني الاستغنى. اروح زي ما انا عايز يعني، اروح الزمالك اروح. قال لي لا كذا كذا زي ما حكيت لك، تروح اي حته الا الزمالك. فطبعا قعدت الاحتياطي. في الشوط الثاني نزلت. في الماتش ده جمال محمود كابتن محمود الخطيب جمال عبد الحميد. وانا جبت جون. حتى ما جبت جون قعدت اعيط لان حسيت ان ده اخر هدف ليا ممكن، او اخر مباراه ليا في النادي. ودي كانت فعلا اخر مباراه ليك، اخر مباراه. حتى لو الكابتن عبد المجيد نعمان في الاخبار كتبها وبكى ولا نعلم لماذا بكى. والله يعني بجيبها لك معاك القصاصه دي معايا. فالمهم يعني خلصت الماتش وقعدت بقى في البيت. ما فيش اي لغط، قافل عليا الاوضه. واللي عايز الاكل بيدخل لي كده كده يعني. لحد ما جت تجربه يعني. المصري لغايه ما لقيت بقى في كابتن احمد عبد الباقي بيتصل بيا وبيقول لي ان في واحد اسمه الحاج سيد مفعلي عايزك، وتمت المفاوضات والحمد لله انتقلنا بقى. النهارده دخلنا في عيد ميلاد الكابتن محمود الخطيب. كل سنه وهو طيب. قول له ايه في عيد ميلاده؟ لو هتوصفه كلاعب، لو هتوصفه كزميل ملاعب هتقول ايه عنه؟ اولا كلاعب احرف لاعب شفته على مستوى مصر كلها. امكانيات رهيبه في التحكم والسيطره على الكره. بجميع اجزاء جسمه. يعني ممكن لو بكتفه ممكن يوقف الكره بكتفه. صدره نفس. فاحسن مهارات شفتها في حياتي. في حياتك في مصر وانت هنا لاعب. في مصر هنا ما شفتش لعيب مصري في حياتك. لا. هو كابتن محمود الخطيب. افضل مهارات في على مستوى مصر كلها من اول انا ما عرفت الكوره لحد يومنا هذا. مهارات بيستخدمها. انا كنت بروح اتفرج عليه. واحنا في النادي الاهلي هو بيلعب 21 سنه. واحنا 18 او 19 او 16 على ما اتذكر، واروح اتفرج عليه يعني اخر ماتش اتفرجت عليه كان في الترسانه. لو اقول لك مثلا كوره جايه له بالعرض خدها على صدره، الجون طلع عشان ياخدها. عدت خدها على صدره بقى هو والجون خلاص يحط بقى الكوره. لا راح مهوش اتنين تلاته راحوا مترقصين وراح معدي من واحد وقف على خط المرمى. وراح حاططها بكعبه كده ماشي. رهيب. مين لاعب عاصرته بعدها كمشاهد بعد الاعتزال حسيت انه في من الخطيب، او الله فكرتني بالخطيب؟ بص هو انا مش مفيش لا مفيش حد لا يقارن. لا في لعيبه كتيره جت كويس بس الخطيب لا يقارن بالمهارات الفرديه اللي كانت موجوده عنده. مش موجوده محدش يعني مفيش لاعب في مصر زي الكابتن محمود. مين من اللعيبه العالميين بتحس انه اقرب في الستايل كلعيب كمهاري من الكابتن محمود الخطيب؟ يعني
كابتن محمود دي ليه ستايل في اللعب. نعم. يعني بره هيبقى صعب يعني. هيبقى صعب يعني. ما هو كابتن محمود لو كنا لو كان هيديكوتي سابه يعمل اللي هو في دماغه كان عمل بلاوي. كان بيمنعه عارف انت زي كمدرب إيه؟ بقى اللي هو كمدرب لا تعملش. المفيد يعني جاب كده زرار بقى ايه يظبط فيه حاجات. يعني كابتن محمود بقول لك كان ممكن رأس ال 12 بتاع بالحكم بكله يعني والله بجد والله. فكان لعيب عنده مهارات غير عاديه. ما جا انا مش بقول لك بجد ما جاش شيكابالا لعيب بس يعني مش المهارات الفرديه اللي هي وانت واقف ممكن ترقص. لا هو ممكن يعملها وهو بيجري ليه اسلوب معين مفهوم. في ان هو بياخدها بشماله وبيهوش وبيدخل لجوه وبيطلع لبره ويروح لكن زي برضو صلاح لكن المهارات الفرديه اللي هي كل جزء في جسمك بالظبط كل جزء في جسمك في جسمه هو بلاش طبعا في جسم الكابتن محمود الخطيب هو بيستخدمها بجد والله بجد. يعني دايما الواحد لما يسمع الكلام اللي زي ده طبعا ده في مناسبه عيد ميلاد الكابتن محمود الخطيب كل سنه طيب كل سنه هو طيب يا كابتن محمود لكن لما الواحد بيسمع وربنا يديلك الصحه يا رب يا رب بيسمع الكلام ده بابا بيقول لي نفس الكلام ده كان بابا اللي قاعد قدامي يعني. يعني بقول لك فانا بقعد اقول بشوف فيديوهات بس بقعد اقول يا ريتني لحقته يا ريتني اتفرجت لا لا ده احنا حظنا حلو ان في ماتشات معظمها متسجله يعني ممكن تتفرج عليه وتشوف طبعا بنشوف بس لا الواحد يبقى كان نفسه يعاصر ده يعاصر بالظبط انا اللي كان نفسي اعاصره بقى فعلا دزوي بتاع النادي المصري ده بيقولوا عليه الساحر بقى انا ما شفتوش عشان كده مش عارف اقارن بينه وكابتن محمود الخطيب بس لو تسمع على الحاجات اللي يعني تخيل انت واحد بتلعب له الكره عاليه بيطلع يطير يجيبها من فوق نازل بيها وهو نازل بيها بيحطها ده اللي انا شغل الكرتون يعني حاجات كده ميكي ماوس بقى في بص اللقطات لا بص بعض من اهداف بص وش رجله رايح مهارات الكابتن محمود الخطيب بص الجول ده يا سلام بص يا سهيت دي انا شفتها كتير قوي بقى في الناشئين يعني بص ده راح يعني راح فين يعني هو انا شفناها كتير جدا جدا في الناشئين ده كان بيعملها يعني الترقيص ده ممكن يحطها اول مره لا ده بايه لا لو تعالى بقى تعالى بقى على ابسط المشاهدين بس برضو خد بالك يعني الكابتن محمود من ضمن التوفيق بتاع ربنا ان انت ربنا بيبعت لك مثلا الوينج اليمين الهاف الشمال اللي بيساعدوك يتظهر يعني انت تخيل مثلا كابتن مصطفى عبده رايح ناحيه اليمين بيعمل بالعرض كابتن مختار ناحيه الشمال وبيعمل بالعرض يعني انا في اوقات كتيره كانت بتجي لي كوره الكور كنت بعملها بكعبي بالجول بجد والله في الناشئين يعني الكوره جايه لي بالعرض رايح عليها بعملها من بالخلف وهي عاليه مفهوم وهي عاليه مش مفهوم. على الارض مفهوم فبتروح وجبت كتير منها والله الله كابتن جمال ده هنا كلامنا عن المصري البورسعيدي سابقا لكن المصري البورسعيدي حاليا هيكون محور حديثنا بعد الفاصل في الماتش ولكن منتخبنا الوطني الاولمبي غدا يلتقي مع اسواتيني في المرحله الثانيه من تصفيات امم افريقيا المؤهله الى اولمبياد باريس 24 تعادلنا ذهابا بدون اهداف هناك في اسواتيني والعوده غدا في الثامنه مساء في استاد الاسكندريه كل التوفيق لرجال ميكالي ان شاء الله انتصار يؤهلنا الى المرحله الاخيره من التصفيات ماذا قال في المؤتمر الصحفي النهارده وبعد الفاصل نكمل مع الكابتن جمال جوده مستعدون لمواجهة إسواتيني بشكل جيد خاصة أن المباراة السابقة لم تكن سهلة كنا نسعى لاختيار أفضل تشكيل وكنا نتمنى تسجيل الأهداف وأهدرنا ثلاث فرص محققة نتمنى تعويض التعادل السلبي في لقاء الذهاب وتحقيق الفوز وتخطي منتخب إسواتيني سأعمل على تصحيح الأخطاء وسرعة إنهاء الهجمات وتعديل بسيط في التشكيل أثق في جميع اللاعبين سواء الذين بدأوا لقاء الذهاب أو الذين شاركوا كبدلاء أتمنى أن يكونوا في مستواهم الحقيقي
وأن ينهوا الهجمات بشكل المطلوب. الفريق يحتاج لارتفاع معدل الانسجام وذلك سيأتي مع الوقت. لقد أمضيت شهرين مع المنتخب وأؤكد أنني أسعى للحصول على ميدالية أولمبية معه. لدينا طموحات كبيرة في تحقيق نتائج إيجابية، فالمنتخب المصري قوي ومنظم ونحن مستعدون جيدا للمباراة. شاهدنا أكثر من مباراة للمنتخب المصري، دراسة نقاط القوة والضعف لديهم، ونأمل في الفوز لأنه سيكون دافع قوي لدينا خلال الفترة المقبلة. ده كان التقرير الأسبوعي بعد كل جولة اللي بيصدره مستر مارك لاتنبرج الخبير التحكيمي أو رئيس لجنة تطوير الحكام، جزء من المعلومات أو القرارات التحكيمية اللي حللها النهاردة بعد نهاية الجولة الأولى من المسابقة. لكن الجولة الثانية نفسها انطلقت النهارده وفاز فيها المصري البورسعيدي. كابتن جمال أهلا بيك مرة تانية. أهلا بيك. على إمبي بهدفين دون مقابل، تدرج في النتائج وفي المستويات، خسارة تعادل ثم فوز النهاردة، شايف ازاي مسيرة المصري مع الكابتن إيهاب جلال؟ أنا أولا بحيي وببارك لهم على الأداء النهاردة وعلى النتيجة تحديدا. أيوه. هنبعد عن الناحية الفنية، هنتكلم دلوقتي على الناحية إن إحنا لازم نكسب. والحمد لله دي اتحققت. النادي المصري والبورسعيدية أهم حاجة عندهم في حياتهم النادي المصري. النتيجة دي كانت أهم حاجة ولازم تحصل. لو ما كانتش حصلت كان يبقى في مشاكل كتيرة جدا. أنا بحيي مجلس الإدارة، بحيي إيهاب جلال، بحيي اللعيبة، وسعيد جدا بالفوز والنتيجة هايلة. والأداء ممكن يكون في الشوط الأول، لكن ده كان نتيجة طريقة لعب إم بنفسه. هو اللي خلى الأداء بتاع النادي المصري بالشكل ده. إزاي؟ عاملين دفاع من الدفاع اللي تعرف الدفاع الرخم. الدفاع اللي فيه خشونة. اللي فيه يعني لو مسكت الفاولات اللي على النادي المصري هتلاقي أكتر كمية فاولات في أي مباراة. فاولات كتيره جدا فيها شد، ويمكن الشد اكتر، وده اللي كان بيأثر على اداء النادي المصري. عاملين احمد كشري عامل منطقه دفاعيه قدام الجون حوالي 5-6 من المدافعين، معاهم خط النص بيرجع يدافع كمان. لو انت بصيت لقيت هتلاقي النادي المصري بيلعب في نص ملعب انبي. النادي المصري كان صعب يخترق الدفاعات دي مع التشكيل اللي نزل بيه في الشوط الاول كابتن جلال. ايوه، يعني دي كانت هي اللي اثرت مع اداء فريق انبي الدفاعي. ايوه، الدفاعي بغلاسه بقوه. لما كابتن ايهاب جلال غير الطريقه وغير بعض اللعيبه ورجع كل لاعب في المكان الاصلي اللي هو بيلعب فيه ويجيد فيه، حققنا النتيجه دي. احنا عندنا يا جماعه المجلس الاداره جايب افضل لعيبه على مستوى مصر حقيقي. يعني انت عندك اتنين هدافين هدافي الدوري، يعني مروان حمدي واحمد الشيخ. ايوه، انا يمكن في الحفله بتاعت القرعه بتاعت احمد الشيخ كان بيتكرم ساعتها، كان بيتكرم كهداف دوري برضه مقصه. وانا يمكن وجهت له نصيحه. يا احمد يا شيخ، لا، وبقولها لكل لعيبه النادي المصري، اي واحد فيكم جمهور بورسعيد هيرضى عنه هتتخيل، لا تتخيل الحب اللي انت ممكن تلاقيه. هتلاقي قوه دفع غير طبيعيه مش هتلاقيها في اي نادي تاني. مش هتلاقيها في اي جمهور تاني. وفعلا النهارده وهيشوفوا في بورسعيد لما يرجعوا بورسعيد هيشوفوا كمية السعادة والحب اللي الناس في بورسعيدية أو جمهور بورسعيد هيديها لهم. صح. المهم يعني اللي عندك لعيبة على مستوى عالي قوي. أيوه، زي ما قلت مروان حمدي، عندك أحمد الشيخ،
عندك الجلاصي، عندي الياس، عندك يعني العراقي محور او يعني ده هموم اثبت النهارده بالزبط. يعني الفرقه دي انا بس يمكن في واحد كده بيقول لك يعني تلعب من غير مدرب، لا مفيش فرقه بتلعب من غير مدرب مهما كان مهما كان مستواها. لا طبعا، لان انا طبعًا. انا كنت خايف على النادي المصري في المباراه دي، لان كان في ناس للاسف يعني مستنيه ان ايه، ومن بورسعيد ليه كانوا مستنيين يخسر عشان عايزين يغيروا ويجيبوا مدرب معين. مين بدون ذكر اسماء، بدون ذكر يعني، في ناس كانت يعني عايزه مدرب معين او شايفين ان جلال ايهاب جلال مش مستوى النادي المصري. فانا بقول لهم يا جماعه، ناس لا. من اصحاب القرار؟ لا 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 من الجمهور يعني. تمام. فانا بقول لهم يا جماعه لا، ايهاب جلال مدرب كويس وعلى مستوى، هو بس مش موفق الفترة اللي فاتت. والحمد لله التوفيق رجاله خلال الفترة دي إن شاء الله، والنهاردة من البداية بدليل إن هو كسب، ولما صحح الخطأ ولعب كل واحد في مكانه الصحيح النتيجة ظهرت. صح. وإن شاء الله الفترة اللي جاية هتشوفوا نتائج أفضل من كده وأداء أفضل من كده. نصبر عليه. المدرب اللي عايزينه درب المصري قبل كده؟ كتير، ما انت عارف مع كل المدربين في مصر دربوا يعني الانديه كلها يعني. درب المصري بورسعيد. يعني هو تقريبا في لاعب، بعض الناس في بورسعيد مش بتحب ايهاب جلال. يا جماعه النادي المصري كيان، انا بوجه الرساله دي، كيان مش مهم مين اللي بيدرب النادي المصري، المهم انك تبقى احنا بنحب النادي المصري ككيان. صح. والراجل مدرب كويس. كابتن جمال، قبل الختام، انتهت الجولة الثانية وبدأت الجولة الثالثة النهاردة من الدوري المصري الممتاز، فما هي التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في الجولة الثانية المنقضية من دوري رابطة المحترفين المصرية باختيارات فريق عمل الماتش؟ محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب نال جائزة أفضل حارس مرمى في الجولة باختياراتنا، عبد الله بكري مدافع فاركو، ومحمد عبد المنعم مدافع الأهلي، كريم العراقي الظهير الأيمن للمصري البورسعيدي، وأحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك، حميدي ماو لاعب خط وسط غزل المحلة، محمود حمادة لاعب خط وسط فاركو، إمام عاشور لاعب خط وسط الزمالك، وأحمد الشيخ جناح فريق غزل المحلة، مصطفى زيكو جناح حرس الحدود، وخالد قمر استحق أن يكون مهاجم الجولة الثانية في الدوري المصري الممتاز. الجولة الثالثة بدأت، فسريعا أول ما تخلص هنلاقي مع بعض تشكيل الجولة المثالية. كابتن جمال جودة، نجم وأسطورة الكرة المصرية والمصري البورسعيدي، نورتني وشرفتني ومبسوط إن أنا قابلتك جدا. الله يخليك، أنا سعيد بيك وسعيد بكل العملاء اللي عاملين في الاستوديو واللي عاملين في القناة. أهلا. وأتشرف إن شاء الله في حلقات تانية مع بعض بإذن شرفنا. الله. الله يخليك. نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك، شكرا. نورنا الكابتن جمال جودة، وأنتم كمان كالعادة نورتونا في حلقتنا النهاردة. تقارير أفادت بأن منتخب تونس مهدد بأن يستبعد من مونديال قطر 2022، والسبب هو تدخل حكومي حسب ما جاءت في تصريحات وزير الرياضة التونسي، أنه سيحل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التونسي لكرة القدم. وقيل أن الفيفا أرسل بالفعل خطابا بهذه الفحوى إلى الاتحاد التونسي لكرة القدم. تواصلنا مع مسؤول في الاتحاد التونسي، نفى أن يكون هناك أي نية لحل المجلس أو أن يكون هناك أي تدخل من جانب وزارة الرياضة في الاتحاد التونسي، وقال أن الأمر سيتم حله دون اللجوء إلى أي مشكلة يتعرض إليها المنتخب التونسي. كل التوفيق لمنتخب تونس وبعده عن المشاكل، فإن شاء الله منتخب تونس يتألق في مجموعة فرنسا والدنمارك وأستراليا في مونديال قطر 2022. تحيات كل فريق العمل في الماتش، وتحياتي هاني حتحوت، إلى اللقاء.